السلام عليكم. النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات برلمان كردستان تكشف عن فوز حزب السيد مسعود برزاني بالمركز الأول، تجي وراء حركة التغيير غوران، ثم حزب السيد طالباني، ووراهم تجي الأحزاب الإسلامية الكردية، مع العلم أنه ما زالت النتائج مرحلة العدو الفرس. وبعد ما خلصنا من حرب المساجد، بعد ما خلصنا من حرب المخابز، بعد ما خلصنا من أشكال الحروب اللي مرينا بيها، جاءتنا النوب شغلة اسمها حرب الفواتح، حرب مجالس العزاء، اللي اليوم بسبب واحد من عدها تم استشهاد وإصابة أكثر من 40 شخص بتفجير انتحار استهدف مجلس عزاء بمنطقة الدورة، والمراقبين يتخوفون من احتمال ارتباط تفجير اليوم بالتفجير المشابه اللي وقع البارحة بمدينة الصدر. بعد أن التفجيرين اللي تعرض لها مجلس عزاء مدينة الصدر، دول العالم والمنظمات الدولية تستنكر الجريمة، والأجهزة الأمنية العراقية تشدد من إجراءاتها بعموم العاصمة بغداد بعد ورود معلومات عن وجود سيارات مفخخة. وزارة الداخلية شكلت اليوم الأحد لجنة تحقيقية عليا مهمتها التحقيق بملابسات حوادث الاغتيالات بمحافظتي البصرة وذيقاء، واللي معظمها جرى بدوافع طائفية، وراح تعلن اللجنة نتائج التحقيق وتقدم المجرمين للعدالة. شفتوا العالم ليش مخبوصة؟ ناس مخبوصة بحرب المساجد، وناس مخبوصة بالتهجير على الهوية، وناس مخبوصة رايحة تدفن شبابها. أكو مجاميع، وخلي أقول أكو عوائل معينة تريد تخلق من نفسها فد إمبراطورية مالية، زين؟ عندها علاقات وعندها ارتباطات في بعض الوزارات وبعض المسؤولين وبعض أعضاء مجلس النواب، وجاي تستثمر بقطاع المصارف وغيره، وجاي تلتقي بدبي وغير دبي، وجاي تسوي صفقات، وجاي تتحكم حتى بأسعار الأسهم مال المصارف بسوق العراق الأوراق المالية، وجاي تحصل حتى على امتيازات من مصارف حكومية. هاي القصة تبين غامضة، لكن عندنا إن شاء الله وقفات معاها بالوثائق وبالأدلة وبالأسماء. ها كانت جولة مختصرة على أهم أحداث اليوم اللي جرت على الساحة العراقية خلال الساعات القليلة الماضية. أما ملفاتنا لهذه الليلة فهي: إقليم كردستان العراق ينجز انتخاباته البرلمانية الثانية بعد عام 2003، قراءة أولية في الخارطة السياسية ومتغيراتها. كردستان تطبق آلية التصويت الإلكتروني في الانتخابات، مراجعة سريعة مع مفوضية الانتخابات للدروس الفنية وآليات التصويت. وعلى كرسي البورتريت تنتقل ريشتنا لرسم صورة شخصية أولية للنائب عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر. هاي أبرز ملفات برنامج بالحرف الواحد لهاي الليلة، وراح تشاهدون أيضا فقرات أخرى، وننتظر تعليقاتكم عبر صفحتنا بالفيسبوك عن كل ما يدور هاي الحلقة، ونفتح الملف الأول بعد فاصل. لم تخرج النتائج الأولية المسربة لانتخابات برلمان إقليم كردستان عن توقعات المراقبين، فقد حافظ الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود برزاني على الصدارة، فيما تقدمت حركة غوران التغيير المعارضة
إلى المرتبة الثانية دافعة بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طلباني إلى المرتبة الثالثة تليه الأحزاب والحركات الإسلامية. هذه النتائج المتوقعة ستحدث تغييرا واضحا في شكل التحالفات السياسية لأحزاب الإقليم، وبالتالي تطرح تساؤلات حول علاقة التحالف الاستراتيجية بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، وما الذي دفع بالاتحاد إلى المرتبة الثالثة ليخلي موقعه لحركة التغيير غوران، وما الذي سيتغير في الخارطة السياسية في الإقليم. نحاول هنا تقديم قراءة أولية لما رشح من نتائج أقدمها مع ضيوفي النائب عن التحالف الكردستاني السيد محسن السعدون، والنائب عن حركة التغيير السيد بايزيد حسن الذي سينضم إلي عبر الهاتف، وسيكون أيضا معي عبر الهاتف الكاتب والصحفي هوا عثمان، لكن بعد ما نشوف التقرير نازح. شكرا أحمد. نتائج أولية لانتخابات إقليم كردستان العراق قد تقلب موازين التحالفات السياسية القادمة، فالنتائج تفيد بصعود الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني إلى مراتب متقدمة، وتصدر حركة التغيير غوران المركز الثاني حتى الآن، فيما تراجعت بشكل غير متوقع حظوظ الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني، واستقرت في المركز الثالث وتليه الأحزاب الأخرى الإسلامية وغيرها على وفق النتائج الأولية. تراجع الاتحاد الوطني الكردستاني المعروف بيكتي عزاه مراقبون إلى غياب الطالباني عن الساحة، وتصدر قيادات أخرى الملف الانتخابي في هذه المرة، والذي يخشى فيه أن تتراجع حظوظ الاتحاد في خارطة التحالفات السياسية الكردية بعد أن كان طرفاً قوياً في المعادلة، ويعزز هذه الشكوك الانفتاح الذي بدأ واضحاً على تصريح قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بارتي، والتي تفيد بفتح الحزب أبوابه أمام الجميع بضمنهم حركة التغيير غوران، سيما أن تقدم هذه الحركة إلى المركز الثاني سيجعل من الصعب تشكيل حكومة الإقليم من دونها كما يرى محللون، أي أن حكومة الإقليم القادمة على وفق هذه النتائج توافقية بامتياز. وعلى الرغم من تسجيل شكاوى عدة خلال عملية الانتخابات، فإن مراقبين يستبعدون أن يقوم أي من الأطراف المشاركة في الانتخابات والبالغة 32 كياناً سياسياً بتقديم طعن بنتائجها في ظل الانسيابية التي جرت فيها العملية بنسبة مشاركة بلغت 73.9%، بواقع 71.7% في أربيل و76.4% في دهوك و73% في السليمانية، لتؤهل هذه الأصوات مجتمعة صعود 111 نائباً إلى البرلمان الكردي ومنه إلى تشكيل الحكومة. إليك أحمد. شكرا نازا، رحب بك سيد محسن السعدون الذي نوه لي بملاحظة أنه قدمني اليوم مو نائب عن التحالف الكردستاني، اليوم قدمني القيادي في البارتي، قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني. أهلا بك سيد محسن. أهلا وسهلا. من حقك طبعا، وخاصة أنه اليوم يبدو من النتائج الأولية محققين تقدم واضح كالبارتي الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة سيد مسعود برزاني، تقييمك بصورة عامة اليوم أمس والتصويت الخاص وعملية انتخابية بصورة عامة. شكرا لقناة الرشيد والإخوة المشاهدين. الحقيقة يعني انتخابات إقليم كردستان بهذا النجاح أنا أعتبره هو نجاح لكل الشعب في كردستان وفي العراق، باعتبار التجارب الديمقراطية، وعندما يختار الشعب بحريته وبإرادته القيادات سواء كان في الإقليم أو في المحافظات أو في البرلمان الاتحادي يعتبر يعني خطوة مهمة بالنسبة لخطوات التطور الذي حصل في العراق بعد التغيير وبعد الدستور الدائم وهذه الممارسات. فلذلك نحن نقول بأنه التجربة
اللي حصلت في إقليم كردستان كانت رائعة جدا، بدليل أنه إشادة دولية، حضور أمم المتحدة، ممثلي الجامعة العربية، أكثر من معرف. أنا أشوف الأهم أنه نسبة المشاركة من تقترب من 74%. نعم، هذه النسبة العالية من المشاركة، هذا دليل على أكو ثقة عند يعني الناس كردستان وشعب كردستان عنده ثقة بالعملية الانتخابية وبالعملية السياسية الجارية هناك. هو بالتأكيد يعني شعب في كردستان يعرف بأنه الانتخابات خاصة البرلمان كردستان، ومن خلال البرلمان هو حكومة إقليم كردستان، مهم جدا بالنسبة لهم. فلذلك في خاصة في هذه الظروف الدولية الإقليمية، الوضع في العراق، عندما يشعر المواطن في منطقة معينة نوع من الخوف أو نوع من يعني يحصل بأنه كأنه المستقبل نوع من المجهول، فلذلك يعرف بأنه هذا الصندوق راح يحميه في الفترة القادمة. المعروف أنه برلمان إقليم كردستان 111 مقعد، 11 مقعد للكوتا، نعم، والمية اللي صار عليها التنافس الانتخابات. هسه النتائج الأولية، توقعات أو تقديرات حسب النتائج الأولية، أنه ما يقارب 42 مقعد للبارتي. هذا حسب ما سمعناه يعني، ولو يعني مو نهائي، ما زالت العدد يعني الفرز مستمر، هو مو نهائي، ولكن بس تقديرات حسب يعني التقديرات الممثلي الكيانات، تقديرات الأولية بالفرز، يعني هي نتائج تعطي صورة حقيقية عندما تم إعلان بأنه الحزب الديمقراطي في دهوك وفي أربيل هو المتصدر. فلذلك نتوقع هذه النتائج. طيب، اللي حصلت 42 مقعد للبارتي، 30 مقعد للتغيير، ما بين 17 إلى 20 مقعد للاتحاد، و15 للأحزاب والحركات الإسلامية. أكو تغير واضح بالخريطة السياسية، وهو تقدم حركة التغيير على الاتحاد، وتراجع الاتحاد إلى المرتبة الثالثة. هذا كان متوقع في كردستان؟ والله يعني الصورة العامة كان تعطي بأنه المنافسة شديدة سوف تكون في السليمانية في هذه الفترة. احنا كنا متوقعين تحصل منافسة، ولكن أن نتوقع بأنه أن يكون فارق كبير، يعني أنا شخصيا غير متوقع. كنت مثل فارق بحدود 10 مقاعد، يعني إذا كان هذه الأرقام صحيحة، أنا لحد الآن قلت بأنه هذه النتائج لو الأولية. أنا أيضا أؤكد أن النتائج متوقعة، النتائج إذا ما تكون رسمية عن طريق المفوضية، أنا شخصيا، ولكن هو المنافسة كانت شديدة في السليمانية، وهذا شيء يعني الشعب يعبر عن إرادته، ويجب أن نحترم إرادة الشعب في كل مكان يعني. طيب، أرحب بالسيد والصحفي والزميل هيوة عثمان. أرحب بك سيد هيوة، وياي عبر الهاتف من أربيل. تقييمك الأولي للنتائج الأولية، القراءة الأولية للنتائج الأولية، شلون تقرأها حضرتك، وهل كانت بها مفاجآت أم متوقعة؟ طبعا مرحبا بكم وفي الضيف الكريم أستاذ محسن، كما علمت من في الكنترول أن أستاذ محسن سعدون هو الموجود في الاستوديو. التقييم الأولي طبعا نتائج فاجأت الكثير من المراقبين، لأنه كان البعض كان يتوقع، أو الاتحاد كان دائما يقول أنهم سينالون عددا كبيرا من الأصوات، أن الحقيقة الواقع لم يكن كذلك. ما يتوارد إلينا الآن هو أن الحزب الديمقراطي يحتل المركز الأول في محافظتي دهوك وأربيل، أما في السليمانية يحتل حركة التغيير المركز الأول في الأصوات. التعداد النهائي للأصوات يقولون بأن الديمقراطي 37 أو 38 مقعدا، الديمقراطي 38، التغيير 27، الاتحاد الوطني 17، ويعني من حول هذا. طبعا سيغير الخارطة السياسية في كردستان العراق. هاي راح نتحدث عنها، تغير الخارطة السياسية، لكن هسه أعطيتنا أرقام خلينا نقول محدثة. احنا اللي كان عندنا 42 مقعد للبارتي و30 للتغيير، ما بين 17 الى 20 للاتحاد. هسه 38 الاقرب، هي
يبدو ارقامكم هي مع التصويت الخاص، لا اعتقد ان الارقام التي وصلت تشمل التصويت الخاص. هاي ما تشمل التصويت الخاص، بس توقعاتك يكون الفرق بين الاتحاد والتغيير 10 مقاعد؟ كان يعني مستبعد بصراحه يوم قبل التصويت او حتى يوم التصويت، ولكن يبدو ان الاستقطاب كبير جدا في كردستان، ويبدو ان الاتحاد لم يكن موفقا في حملته في السليمانيه خاصه وحتى في المناطق الاخرى. وواضح بان الحزب الديمقراطي لم يتمكن لحد الان من ان يدخل مدينه السليمانيه سياسيا، مدينه السليمانيه لا تزال مقفله للتغيير وللاتحاد الوطني الكردستاني. طيب. وطبعا الاحزاب الاخرى الاصغر منها. طيب، شنو شكل التغيير سيد محسن السعدون اللي راح يصير على الخارطة السياسية بعد هاي القراءة الأولية للنتائج وبروز التغيير ككتلة كبيرة يعني في المرتبة الثانية؟ هو التغيير في كل عملية انتخابية وفرز أصوات لقوائم بالفوز تعطي صورة جديدة لتشكيلة الحكومة أو عمل البرلمان أو العمل السياسي ككل. أنا أعتقد النتائج بغض النظر، نحن نعتقد بأنه النتائج الرسمية لم تظهر، ولكن على ضوء هذه النتائج أكيد راح يكون الفرق قليل. لا لا يعني إحنا خلينا نكون واضحين، يعني إحنا كنا ننزل في الانتخابات السابقة تحت اسم التحالف الكردستاني. الآن في هذه الانتخابات الاتحاد الوطني نزل في قائمة مستقلة، والتحالف والحزب الديمقراطي في قائمة مستقلة. الحالة تختلف عن حالات السابقة. الحالات السابقة يعني كنا خضنا الانتخابات بطريقة متساوية. الآن الاستحقاق الانتخابي للكتلة الفائزة هي التي تلزم القيادة الموجودة في الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعامل ضمن الاستحقاق الانتخابي مع القوائم الأخرى. لا نستطيع أن أنا هناك تحالف استراتيجي موجود، ولكن انتخابات منفصلة صارت منفصلة، بس أكو تحالف استراتيجي، لكن الحكومة السابقة شكلتوها بأريحية، كان عندكم أغلبية واضحة. صح، دعيتوا احتمال المعارضة تعالوا اشتركوا ويانا وهم يجوز رفضوا. الآن ما عندكم هاي الأريحية بالأغلبية. أنا أعتقد الأريحية موجودة لدى الحزب. أولا إذا حسبنا بأنه التصويت الخاص لم يضاف، نحن عندنا أيضا الكوتات والأحزاب الأخرى، هناك تحالفات موجودة، هناك مرشحين يعني هم بدعم من التحالف من الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني أكو التنسيق. أنا أعتقد هناك أريحية موجودة، وحتى لو كانت موجودة نحن تجربتنا كحزب الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات السابقة وفي أثناء ما كنا الحكومة تسير في رئاستها في الحزب الديمقراطي كان التعامل يختلف، بأنه نريد مشاركة كل الأخوان كل الأحزاب. فلذلك سيد نيتشيرفان برزاني في تشكيل هذه الحكومة اللي مضت الآن في بدايتها ذهب إلى السليمانية وقابل السيد نيتشيرفان مصطفى وقابل السيد الأخوة في الأحزاب الإسلامية وطلب من المعارضة المشاركة في الحكومة ولم يشاركوا في حينها. الآن أصبح الأمر واضح جدا، أنا أعتقد الأبواب لا تنسد، ولكن الخارطة لا تتغير كثيرا. التغيير كان عندهم 25 مقعد في الدورة السابقة، وأنا أعتقد استقال 2 منهم في أثناء الفترة البرلمانية وبقى 23. إذا الآن 27 يعني الفرق حوالي مقعدين. إحنا كنا يعني 4 مقاعد الفرق، يعني إحنا كنا 31 راح نصير 42، يعني تقدم كبير كبير. بالنسبة للأخوة في الاتحاد هذه النتيجة اللي لحد الآن على الأخوة في الاتحاد. أريد أروح للسيد هيو عثمان، وأريد هذا سؤال مزدوج ابتداء. سيد هيو، إلى ما ترجع هذا التراجع في حظوظ الاتحاد وما وصفته في حملة إدارة رديئة للحملة الانتخابية، وقد يكون لغياب أو طريقة تعاطي الاتحاد مع غياب مام جلال أثر سلبي على الاتحاد؟ هذا السؤال. السؤال الآخر، قراءتك هل نحن أمام حكومة ائتلافية أم لدى الحزبين التقليديين أغلبية مريحة؟ طبعا إذا بقيت الأرقام كما هي، يعني
تقريبا 20 للاتحاد و40 للديمقراطيه، اذا جمعناها لا يكون الرقم النهائي بعيد كثيرا عن الانتخابات الماضيه، في عندما دخل الحزبان لقائمه مشتركه حصلوا حوالي قريب 60 صوت طبعا. ويعني بصوت كرسي هناك كرسي هناك لا يؤثر كثيرا. فالاغلبيه التي يحتاجها الحزب الديمقراطي في تشكيل حكومه هي موجوده، وايد الاستاذ اغلبيه مريحه يعني ذلك. هذا واحد. بالنسبه لاسباب الاداء الحمله الانتخابيه وقله هذا العدد، اولا اولى الاسباب هي نزولهم بقائمه منفصله عن القائمه تحت تحالف الكردستاني، عندما كانوا قبل في قائمه مشتركه كان الفارق مخبأ بين الحزبين بالأصوات التي نالوها، أحدهما كان يتكي على الآخر يعني الثانية. يعني تقريبا أخذوا بعض أصوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في المرة الماضية وبعض الأصوات الأخرى التي كانت لهم ذهبت تبدو هذه المرة إلى التغيير. هذا من جانب. غياب مانجداد طبعا له دوره، ولكن لا اعتقد له دوره. انا ما اقصد غياب المام جلال، انا اقصد طريقه تعاطي الاتحاد مع الغياب وطريقه معالجته لازمه غيابه. يعني هذا طبعا هو بالنتيجه يعني وتاثير غياب مام جلال والطريقه التي تعاطى بها الاتحاد مع هذا الغياب يبدو انها لم تكن موفقه. وتمكن والحدث الشيء الآخر الأساسي في الحملة كلها أنني لم أسمع خلال طيلة فترة الحملة أي رسالة واضحة من الاتحاد الوطني الكردستاني إلى الذين لم يقرروا أن يصوتوا. لماذا يجب على شخص ما أن يعيش مثلا في أربيل أو في السليمانية عن عليه، لماذا يجب على الفرد الكردي أن يصوت للاتحاد وليس للديمقراطي؟ ناهيك عن هذا يعني خوفك من جماعة التغيير الآخرين الذين كانوا في المعسكر الكردستاني في الانتخابات الماضية الذين لا يصوتون للتغيير. لم يتمكن الاتحاد الوطني الكردستاني من أن يوجه لهم خطابا واضحا بوجوب التصويت له وليس لحليفه السابق الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا كان طبعا له دور كبير في تحويل الكثير من الاصوات التي ربما كانت تذهب للاتحاد الوطني الكردستاني الى الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره هو الحزب الموجود في السلطه. ويقول بان كل هذه الانجازات هي انجازاته، ملف النفط، ملف الامن والكثير من الملفات الاخرى. اذكر في احدى الخطابات مثلا في مدينه رانيا قال السيد مسرور البرزاني ابن الرئيس الذي ذهب الى هناك بانه السبب تردي الخدمات في مناطقكم هو لانكم لم تحكموا من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وانما الاتحاد الوطني الكردستاني هو الذي كان حاكما. يعني يتحدث هذا الحديث وهو في عرين الاتحاد. يتحدث هذا الحديث وهو في عرين الاتحاد الوطني. بالضبط، يعني هذا لم يكن لدى الاتحاد الوطني اي جواب لهذا، لهكذا خطاب من المنافس الاخر له في التحالف الكردستاني السابق الذي هو الاتحاد الوطني الحزب الديمقراطي. ويعني كل هذه الاسباب بمجملها، عدم وجود نوع من التناسق بين الاتحادات بين قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني ايضا تسببت في واضح يعني في عزوف الناس عن خليكم يا سيد هيوي. انا كنت اتمنى ينضم لنا السيد بايزيد حسن القيادي في التغيير، لكن خلي استفسر منكم، تتوقعون سيد محسن سعدون انه ممكن التغيير ترفض يعني المشاركه ايضا، او قد تصر على اعتبار انها اصبحت القوه الثانيه في كردستان وقد تصر، اللي تتوقعوا شنو بالمفاوضات؟ والله أنا بالنسبة توقعاتي يعني أنا أعتقد باعتبار الحزب الديمقراطي هو يتصدر الآن وبالتأكيد يعني هو اللي سوف يشكل الحكومة. المرحلة القادمة تحتاج إلى حكومة قوية في إقليم كردستان، نحتاج إلى أن يكون يعني خلال هالتجارب المشاكل الإقليمية، يعني مشكلة الكردية في تركيا، مشكلة الكردية في سوريا، هناك المؤتمر القومي الكردي،
مهمة هاي الحكومة تكون صعبة جدا وتتحمل مسؤولية قومية. أنا أعتقد إذن شو راد إننا يحتاج أن الآخرين سوف يشاركون يعني الآن ولو يترددون، والمعارضة هي حق مشروع. أنا جاي أتحدث هسه مع قيادي في الاتحاد، قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني. نعم. والحزب الفائز الأكبر وتقريبا عنده 42 مقعد أو يعني يجوز مع التصويت الخاص يعني، ورئيس الحكومة قد يكون من عنده. أنتم هسه ترغبون في دخول التغيير في الحكومة أم لا؟ أنا أعتقد نحن لازلنا في التحالف الاستراتيجي، وهذا التحالف قائم أنا بيّنت لك، ولكن التحالف الاستراتيجي في هذه الانتخابات باعتبار كل ذهب في قائمة واحدة يكون موجود التحالف الاستراتيجي، بس الاستحقاقات الانتخابية على ضوء النتائج الانتخابات والمقاعد التي حصل عليها أي حزب كان. أنا أعتقد الحزب الديمقراطي سوف يكون أبوابه مفتوحة لكل الفائزين في كردستان، ولا يغلق أي باب في المشاركة بالحكومة، لأنه إقليم كردستان يحتاج اليوم أن كما بيّنت أن يكون مشاركة الجميع في الحكومة لتقديم الخدمات الأفضل، لتقديم المسؤولية الأفضل. هناك مشاكل مع الحكومة الاتحادية لا زالت قائمة. أفهم كلامك أنها دعوة لجوران، يعني أنا دعوة مبدئية لجوران للدخول في الحكومة. أنا أقول بأنه نحن مع الحفاظ على الاتفاق الاستراتيجي مع الحكومة. أنا شخصيا لا أستطيع أن أقول أكثر من ما أقول، بأنه دائما الأبواب بالنسبة للمسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني مفتوحة للجميع. لا ننظر إلى الوزارات بقدر ما ننظر إلى حقوق الشعب في إقليم كردستان. طيب. فلذلك تكون الدعوة هي مفتوحة للجميع. طيب. يعني ليس للجوران. طيب. فقط. السيد هيوة، شهرين أمامنا انتخابات مجالس محلية، 7 أشهر أو أقل أكثر بقليل انتخابات برلمان. هذا التحدي أمام جوران بالتحديد، هل تعتقد سيبعدها عن حكومة ائتلافية في كردستان أم سيدفعها باتجاه الدخول في الحكومة؟ أعتقد سيرتبط ذلك برغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني في اشتراك وران أم لا. طبعاً أي قوة سياسية سيبحث عن شريك مثل ما يقولون بالعراقي ما يوجع لرأسه وعيه. حسب ما سمعناه في السابق يعني جوراني وجع الرأس هواية تعتقد؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني يبدو، لأن هذا ما تبحث لي أو ما سمعته أولا من كلام الدكتور محسن سعدون ومن بقية من بعض المصادر في الاتحاد في الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل يتحدثون عن ملفات معقدة في السنوات الأربع الماضية القادمة، ويقولون نحتاج إلى شريك أكثر استقراراً وثباتاً من حركة التغيير الذين يعتقدون بأنها غير ثابتة وغير مستقرة. ليش ما تقول أنه يبحثون عن شريك لا يبحث عن ملفات عائلة سيد برزاني، سيطرة سيد برزاني على السلطة، ما يتهمونه بالدكتاتورية، سيطرة العائلة على الأمن، يعني على العقود، عقود التحكم بالعقود النفط وغيره، مو هذه هي الملفات التي عندما أقول يحاول حركة التغيير إثارتها في إقليم كردستان. ويتحدث الحزب الديمقراطي عن ملفات أخرى التي تفضل بها الأستاذ محسن السعدون. طبعا هذا التباين في الأولويات بين الحزب الديمقراطي وبين مختلف الأحزاب السياسية في إقليم كردستان سيحدد طبيعة التحالفات القادمة. ويعني أغلب الظن بمراقبة الوضع وكمشاهد للوضع السياسي في كردستان أعتقد أن التحالف الأرجح سيكون بين الحليفين القديمين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ربما بإضافة بعض الإسلاميين الذين حازوا على مقاعد أكبر من المقاعد السابقة، وإضافة الكوتا أو الأقليات، والمحاولة على الإبقاء على جوران وحركة التغيير كحركة معارضة. أها، خلينا نسمع. أنا أشكرك الشكر الجزيل على انضمامك لنا على هذا التحليل وهذا ما تفضلت به خلال مداخلتك. خلينا نسمع من جوران. انضمنا السيد بايزيد حسن بعد طول انتظار. سيد بايزيد، بعد حصولكم على المركز الثاني في هذه الانتخابات، هل أنتم داخلون في الحكومة القادمة في كردستان؟
نعم، اولا تحياتي للساده المشاهدين وال قطع الخط. على قد التحيات، تحياتنا لك سيد بايزيد. خلي اروح على الفيسبوك واشوف اراء العراقيين. بدنا في التعليق شويه يعني. تفضل. بس الموضوع حتى يكون واضح جدا بانه الاخوه في حركه تغيير، عندما جنابك تقول بانه سوف يكون اذا شاركوا او الحزب الديمقراطي اذا قبل المشاركه سوف يكون يظهرون ببعض الملفات، هم في لم يعني لم يتركوا ملف ولم يظهروا، ولكن لم يكن هناك الدليل. كانوا معارضه، كانوا معارضه. إيه ادري حتى لو كان، لا لا انا اللي فهمته من سيد هيوي واكو اتصالات ايضا انه هاي الملفات ناويين يفتحوهم وشركاء بالحكومه. احنا نرحب اي واحد يفتح ملف اذا كان له الدليل، بس انا اعتقد كل ما كانوا يتكلمون بهاي الملفات اكو خطوط حمر. لا يعني لا, لا, لا انا ما تردون احد يقترب منها. لا لا قصدي انا اقول لك احنا منفتحين على الجميع. وانا اعتقد كان هناك توضيح جدا واضح من السيد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان على ادعاءات غوران أثناء الفترة الانتخابية حول ملفات النفط. أصبح كل الشعب في إقليم كردستان وصل إلى نتيجة ما كان بأنه هذه الادعاءات كانت كلها غير صحيحة. طيب نسمع بعض الآراء من الفيسبوك. محمد الركابي: النتائج بدأت شبه واضحة بتقدم الديمقراطي الكردستاني وغوران والاتحاد، تغير موازين القوى بهبوط الكردستاني الاتحاد الكردستاني وصعود غوران سينعكس على تشكيل الحكومة وأداء البرلمان. طائر الجنوب الوائلي: قصدكم انتخابات الدولة المجاورة كردستان؟ تصور انه انتخابات. أحمد الواسطي: أعتقد القضية واضحة، هناك اتفاق يقوده الحزب الحاكم بصبغة المفوضية العليا للانتخابات للوقوف إلى جانب البرزاني في مقابل وقوفه بجانب المالكي في قضية الولاية الثالثة والتصويت له مستقبلا. محبتي لك. أكو هيك اتفاق؟ يعني هذه انتخابات أصلا الأجهزة الإلكترونية لأول مرة يعني تضع. يعني شلون إحنا نتفق مع المفوضية في سبيل أن يكون يعني أو المالكي يتفق مع المفوضية في سبيل أن يفوز الحزب الديمقراطي مقابل الولاية الثالثة؟ قرارات المحكمة الاتحادية هي التي ألغت هذا الأمر وليس طيب. المفوضية. علي الخزاعي: التغيير حصان طروادة أصبح الآن رقما في الساحة السياسية الكردية. ما أدري يقصد حصان طروادة لو حصان الأسود الآن رقما في الساحة السياسية الكردية. علي أبو الجص: كنت أتمنى أن تكون نسبة مشاركة في انتخابات مجالس المحافظات هي نفسها النسبة في الإقليم، يقصد محافظات الوسط والجنوب. عندما نقارن نسبة مشاركين بين انتخابات الإقليم ومجالس المحافظات في الوسط والجنوب نجد نسبة المشاركة في الإقليم أكبر وحسب نتائج المفوضية. هنا السؤال يطرح نفسه: لماذا؟ هل لأن المواطن في الإقليم لديه ثقة بسياسيهم أكثر أم ماذا؟ المن تعلو السبب؟ احنا حكينا بالبداية. يعني أنا أقول لك التجارب المرة اللي مر بها الشعب في كردستان. ليش الشعب بالوسط والجنوب ما مر بتجارب؟ لا لا، التجارب كانت مريرة، كانت كبيرة. يعني التجارب، يعني احنا نريد خطوات الى الامام، خطوات الى الانتخابات. لا السؤال المحدد، لا السؤال المحدد، احنا نريد نكون يعني اخواتنا في كردستان، شعبنا في كردستان الى ثقه بالسياسيين الكرد اكثر من ثقه العراقيين الاخرين في الوسط والجنوب بسياسيهم؟ هذا السؤال المحدد كان. انا اعتقد يعني الثقه هذه تاتي من تجربه اي حزب كان وقيادتها الموجوده التاريخيه. فلهذا تشوف القناعه موجوده. اكو شرعيه انجاز، شرعية إنجاز بكردستان يمكن حققت هاي النسبة؟ هو يعني الاستقرار الأمني والتطور الاقتصادي والعمراني في كردستان كان له تأثير لثقة أبناء كردستان، خاصة بالقيادات التي كانت تعمل في سبيل ما حصل في كردستان من تطور. فلذلك أنا أعتقد هذه الانتخابات سوف تكون نتائجها مهمة حتى لكل الشعب العراقي. ونحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني وقفنا دائما مع كل الشعب العراقي وقريبين لحل كل المشاكل التي تخص الشعب العراقي. أنا اللي يهمني هسه ما دين إيديكم الغوران لو لا، هذا اللي احنا تطلع النتائج الرسمية ونشوف الأجواء الجديدة التي سوف تحصل على ضوء النتائج. أنا قلت لك الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يريد أن يتفرد حتى لو كان عنده 70 مقعد
بحكم في اقليم كردستان لان عنده تجارب ولا كثيرة. يتنازل عن تحالف استراتيجي مع الاتحاد. تحالف قائم، ولكن انا بينت لك هذه الخطوه الجديده، الاستحقاق الانتخابي في داخل التحالف قائم والاستحقاق الانتخابي محترم. نعم، نحن يعني هذه رساله جديده في الانتخابات وتشكيل الحكومه الجديده، بانه نكون قريبين لحل مشاكل الموجوده في العراق ان شاء الله. عندنا وقت نقرا اثنين ثلاثه بعد. زين، علي البيدر، على الرغم من بعض الملاحظات على انتخابات الاقليم الا انها تمت باجواء ديمقراطيه. انطيني حيدر قاسم خافز. على حيدر قاسم الحشامي، هزيمه متوقعه للاتحاد وتقدم غير مفاجئ للديمقراطي والتغيير برسم ملامح جديده لمشهد سياسي في كردستان. وخذ لي خليل الخزرجي، السلام عليكم. السؤال هو: الا يبدو واضحا نهج الاقليم بالانتخابات وهو الاحزاب الثلاثه ثابته مع اتحادهم ضد اي شيء خارج الاقليم، وبالتالي الكل اصبح يعرف ان الانتخابات فقط غطاء شرعي وتوزيع مناصب. شكرا للسيد محسن سعدون على هذا التوضيح وهذه المشاركه. وهناك اراء اخرى للسياسيين في هذه التجربه حقيقه اللي نفخر بها، تجربه انتخابات اقليم كردستان اللي جرت يوم امس. رئيس حكومه اقليم كردستان نجير فان برزاني، اقليم كردستان عبر اليوم خطوة أخرى لتعزيز النظام الديمقراطي، وشعب كردستان سيكون هو الفائز الرئيس في هذه الانتخابات. النائب ينادم كان مصادرة مقاعد الكوتا الخاصة بالمكونات القومية في برلمان إقليم كردستان، وسيد محسن السعدون يبتسم، من قبل الأحزاب المهيمنة تعد تزويرا لإرادة الناخب وإساءة لمبادئ التآخي والشراكة. وأرجع لك، لماذا الابتسامة؟ أعتقد هذا الكلام اللي قاله السيد يونادم غير صحيح. ليش؟ لأنه دعش مقعد. لا تسمح لي، لا أحد استوحظ عليه. في داخل الحزب الآشوري الذي ترأسه السيد يونادم حصل انشقاق في كردستان. في داخل الحزب. فهو يعني أنا في اعتقادي مع احترامي من كل آراء، عندما يكون هناك جهة أخرى تريد أن تفوز في داخل الكوتا، يتصورون بأنه وراء هذا الفوز هو الحزب الديمقراطي الكردستاني. أشكرك. وهذا غير صحيح. أشكرك، شكرا جزيلا. المراقب السياسي في إقليم كردستان سامان علي، البرلمان الكردستاني الجديد لن يغير شيئا من الخارطة السياسية في الإقليم، لأن الحزبين الرئيسيين الحاكمين سيكون لهم القول الفصل في حال نيل الأغلبية. وتشاهدون بعد الفاصل. إقليم كردستان يتقدم خطوة فنية عن المركز باستعمال التصويت الإلكتروني في انتخاباته البرلمانية. ناخذكم اليوم في جولة جديدة من الألم والمعاناة التي لم تعد جديدة في بلدنا. في بلادنا ويلات ومحن بها بلاء حقيقي، هو الإرهاب الذي جعل أبناء الشعب يتعرضون لمآسي. ضحايا الإرهاب في بغداد لعله من أخطر وأهم الملفات اليوم اللي تواجه حكومة بغداد الجديدة. احنا دائما نتحدث الحكومة البرلمان، لكن اليوم خلينا نتحدث عن الحكومات المحلية، الحكومات المحلية اللي بيدها كثير من الملفات اللي تخدم المواطن وتسهل عملية المواطن. أهم الملفات اليوم اللي نتحرك عليها هو قضية البترودولار، باعتبار هنا قرار وزارة التخطيط باستثمار 50% من عائدات البترودولار إلى ممكن تمويل او تبويبها الى الايتام والى ضحايا الارهاب. زاد عبد الكريم، جتنا شكاوى الى برنامج طيبه اهلنا، بلديه الرصافه رفعت عدد كبير من بيوت التجاوز. الضافات الاخرى اللي تجمع الجم المتنزع بنواس. ابن كمود مكين اقعد بيه، ما طول عدله ومنها خلي يدفنون وين ما جاء. من يملك الصحه يملك الامل، ومن يملك الامل يملك كل شيء. We'll be right back.
اهلا بكم من جديد في خطوه متقدمه. دشنت المفوضيه العليا تقنيه، او مو تصويتي، يقول السيد يقول لي الختم الالكتروني في انتخابات برلمان اقليم كردستان التي انتهت مساء امس. ورغم بعض الاخطاء التي صاحبت التجربه وهي طبيعيه ومتوقعه، الا انها تشكل صمام امان نسبيا في مواجهه محاولات التزوير واخطاء العد والفرز التي تصاحب التصويت التقليدي عاده. تميزت انتخابات الإقليم بنوع من الانسيابية العالية والإقبال الكبير من الناخبين على صناديق الاقتراع، بحيث يتوقع المراقبون انتفاء الحاجة إلى الطعون أو أنها ستقل إلى حد كبير. للحديث عن الجوانب الفنية والتنظيمية في انتخابات برلمان كردستان ينضم إلي السيد مقداد الشريفي، رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية على مستقبل الانتخابات. مرحبا بك. الله يسلمك. جيت من أربيل بسيارة بالطيارة؟ لا بالطائرة، جيت العصر اليوم. إيه صار لنا 20 يوم هناك. أبارك لك، بنج 20 يوم صار لكم. أي والله الأخبار جيدة، أبارك لكم هذا النجاح. بس قل لي شنو الجديد فنيا؟ أنا حاير بين التصويت الإلكتروني وختم الإلكتروني، شنو هذا الجديد؟ في الحقيقة يعني هي المفوضية الجديدة يعني لديها استراتيجية وبرنامج تنفيذه في انتخابات برلمان العراق وانتخابات القادمة من خلال إدخال تكنولوجيا المعلومات في عمليات الاقتراع والتسجيل والتصويت. لذا ابتدأت المفوضية وبخطوة جريئة نعتقد بطلب من الإدارة الانتخابية، رفعنا مقترح إلى مجلس المفوضين وحصل على أجماع مجلس المفوضين بإضافة الختم الإلكتروني في محطات الاقتراع. طبعا هذا الختم له عدة فوائد يعني لا يمكن بهالعجالة نقدر نسخها. شنو الختم؟ جهاز يوضع في محطة الاقتراع، تختم في كل ورقة اقتراع تدخل قبل ما تدخل إلى صندوق الاقتراع فيه تاريخ، تاريخ الختم والوقت في الدقيقة والثانية، أضف إلى ذلك إلى عنوان المقترع. لا تنكشف السرية مالته. لا يعطي تسلسل الورقة والوقت بالثانية والدقيقة ورقم المحطة والمركز. طبعا هذا احنا بالمفوضية كفنين راح يحدنا من عمليات كبيره من التزوير، عمليات كثيره من يعني عشر صندوق. اقدر اشبهها ببصمه دخول الموظف لا هو بالعكس، هذا يفيدنا بعمليات التدقيق. يعني انا لو خلينا نكمل الخطوه الاولى، هذا الختم الالكتروني. من بعد الختم الالكتروني استحدثت المفوضيه وايضا بخطوه جريئه مراكز استلام وتدقيق. يعني بعد مو المحطات نعتمد على الاستمارة تجي من المحطة مباشرة إلى مركز إدخال بيانات ونعتمد على الاستمارة، لا. الآن صار فلتر آخر حتى نعطي شفافية لكل الكيانات المشتركة، إنه العد والفرز يصير بالمحطة، إنه بتروح إلى مراكز استلام وتدقيق تدقق مصداقية هذه الاستمارة، فعلا إن هذه الاستمارة مطابقة للتسوية، لا توجد أي مشاكل فيها، أي يعني تحريف بها، أي عمليات مطابقة أخرى، يعني عدم تطابق الأوراق الاقتراع في داخل الصندوق ضمن الأوراق المستلمة من قبل مصدر الواقع، عدة إجراءات طبعا نستفاد من عدها. شو راح يصير عدد أوراق أكثر إذا هي أصلا ما موجودة بالختم الإلكتروني؟ أكو ختم إلكتروني لا عدد محدد دخل. هو أحسنت، فمن يصير طعن والشكوى في أي صندوق يمكن اللجوء إلى الختم الإلكتروني والتأكد من كل الأوراق مختومة ختم إلكتروني وبالدقيقة والثانية، ويتم منع عمليات حشو والتلاعب بإرادة الناخب. خلوا أوضح أكثر المشاهد، انتخابات سابقة، مناسبات وممارسات سابقة، سمعنا أنه بنهاية قبل الساعة 5 انملت الصناديق أوراق. لا حسن، منعت هاي يعني هاي ما راح يصير، حتى لو واحد دخل هو وحماياته ودخل اوراق وشنو. لا هذا الختم الالكتروني حاسم الامر. الختم الالكتروني باوقات معينه يسجل الدقيقه والثانيه، وعليه يمكن يعني هسه الان حتى نقدر نوصل لاي ورقه اقتراع تم التلاعب بها عن طريق الختم الالكتروني. اليات كثيره، طبعا اجراءات معقده جديده اتخذتها المفوضيه. احنا نعتقد طبعا نعتقد الختم الالكتروني واجه في اقليم كردستان في بداية الأمر ضجة إعلامية، والقنوات الكردية ضجت على المفوضية وشفناها بالتصويت الخاص. لكن لله الحمد أصرت المفوضية رغم الضغوط من جميع، ولا أسمي من جميع، على إلغاء ورفع الختم الإلكتروني من محطات الاقتراع، إلا أنها صارت مفوضية. الآن بعد ما جربته شنو ردت ناجح؟ لا بالعكس، يعني الأحزاب اللي كانت تشكل على القضية هي أشكرت شكرتنا وقدمت لنا هذا الكتب الرسمية بالشكر على ممكن تكررون التجربة هاي وتطوروها بالانتخابات القادمة بالبرلمان. لا عندنا إجراءات أخرى بالبرلمان بعد أقوى وأكثر دقة وأكثر يعني رصانة. طبعا هذا الجهاز دقيق ورصين، لكن راح نضيف عليه الجهاز ونضيف عدة إجراءات أخرى لحماية صوت الناخب. يعني إحنا عندنا بالمفوضية صراع ويا الناس اللي تتلاعب بإرادة الناخب،
يعني تلاعب إرادة الناخب، أكو ناس جاي تتلاعب، وأكو ناس نريد نأمن كل ناخب عراقي يروح يصور. فالمفوضية عازمة وحازمة أمرها. طبعا مجلس المفوضين تسعتنا احنا نشتغل بروح الفريق، يعني ماكو إدارة انتخابية ومجلس، كلنا نشتغل بروح الفريق. تسعتنا احنا جاي نشتغل، رحنا بإقليم كردستان، قراراتنا واحدة، إجراءاتنا واحدة، فبالتالي نتج هذا النتاج الحمد لله وشكر، ونجحت الانتخابات. أماكم اختبارات عديدة يعني إن شاء الله تعالى، قريبة شهرين عندكم انتخابات مجالس محافظات في كردستان، ويمكن 6 أشهر 7 أشهر انتخابات البرلمان. نتمنى لكم التوفيق. لكن سؤالي يعني مو سؤالي والله، أريد منك سبق اليوم. تفضل. سبق انه وصلتنا ارقام، شي تقول 42 مقعد والله كلهم 37. انا جاي خابروني كلها مو دقيقه، لان شو يعني دقيقة المنطق انا ليش سبق، اريد الدقيقه. لا لا مو انا هسه ايش قد عندك؟ انا رئيس اداره انتخابيه واحنا يعني شلون هسه انا اعطيك المفروض الشيء الدقيق والرسمي. زين. المفوضيه هسه عن جاحت وياك، لدينا مراكز استلام وتدقيق تشتغل للساعه 12 بالليل. وبكره راح تجينا اول دفعه بالطائره تقريبا 2000 محطه تدخل مراكز ادخال بيانات. يلا يصير في التصور واضح يعني. بس الارقام وصلت للكيانات السياسيه عندهم مراقبين ويثبتون. انا اكد غير دقيق. الباحة على 3 قنوات كرديه اتصلوا بي الساعه 12 بالليل بدات تطلع نتائج التصويت الخاص. والتصويت الخاص لحد الان جاي يعدون يفرزون به حسب اجراءاتنا، خلصنا التسويه والمطابقه والان جاي يعدون يفرزون به 144,000. فسموا بعض الاحزاب اخذت بعض الاصوات. انا اقول من خلال قناتكم كل الارقام الجايه تطلع غير دقيقه والمفوضيه غير مسؤوله عليها الا ان تعلن عن النتائج بصوره رسميه ودقيقه. لكن لا تنفي كونهم قد تكون مقاربه، يمكن مؤشرات من خلال مؤشرات، لان احنا عندنا وين استاذ احمد؟ عندنا 6245 محطه، عدد مراقبين كيانات سياسيه يعني اللي يثبتون النتائج واجراءات العد عندنا تقريبا 45,000. فبالتالي كل محطه انا زرتها هناك بقليم كردستان سليمانيه بدهوك رعد جولات تفقديه، شفت بكل محطه قاعدين 6-7. فبالتالي بالعدو الفرز احتمال المراقبين يثبتون بعض الملاحظات، بس ارجع اقول غير دقيقه. كون هناك فلتر اخر هو مركز استلام والتدقيق، ومن ثم الى مركز خال بيانات، ادخاله في مركز خال بيانات واعلان النتائج. هل فعلا مثل ما قدمت انا بالمقدمه انه تقل الطعون بسبب هذا التشخيص الصحيح؟ ها يقل هسه لحد الان احنا عندنا 210 طعن، اذا قارناها ب 2009 بالانتخابات الاولى كانت تقريبا 938 طعن شكاوى يعني. اغلب هذه الشكاوى اللي طلعت عليها اليوم مو كلها يعني تقريبا اكثر من 128 وصلنا التقرير عن طريق الايميل قبل قليل، اغلبها صفراء يعني حتى مخضرة يعني الصفرة تعبر نطي عاز مشوها، الخضرة تتحقق من عدين، الحمراء إعادة عدو فرز تحدى عن 128. والملفت بالنظر آخر تقرير باحة وصلنا بالليل من كل القنوات الكردية إشادة من الفائزين والخاسرين بعمل المفوضية. واليوم الاتحاد الأوروبي احنا كنا باجتماع ويا قبل ما نجي، عدد المراقبين الدوليين كان عدد مهم ضخم، كان عدد مهم. شو رأيهم؟ موقع المفوضية حنزل تقارير اللي جتي من الجامعة العربية ومن الاتحاد الأوروبي، وممثل الأمين العام السيد بان كيمون مدح المفوضية وثنى عليها ثناء بالمؤتمر الصحفي ودعم المفوضية لإجراءاتها الجديدة بخصوص الاقتراع في برلمان الإقليم. أضف إلى ذلك بس ملاحظة أستاذ أحمد، أعرف الوقت شوي يمكن ضيق عندك، إحنا من جاي نحكي على 74% في إقليم كردستان يعني التصويت العام والخاص تصويته تقريبا صار 94%، يعني اذا تجمعهم اثنيناتهم طلع تقريبا 78-80% نسبه التصويت في اقليم. 74 تخص التصويت العام فقط، 94 عندنا منك العام الخاص عفوا اللي هي 144. يعني نحن امام تقريبا نصل الى 80 بعد التصويت المشروط محاسبي. تقييمكم لهذا الموضوع حقيقه نسبه مشاركه في كردستان توصل 81. يعني احنا الجوانب السياسيه والبرامج الانتخابيه احنا مو طرف بها، احنا وظيفتنا كمفوضيه مؤسسه فنيه مهنيه نوفر الفرصه اللي بكركوك في اقليم كردستان في الموصل في الوسط. مؤشر واضح ورساله واضحه للناخبين. احنا 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 اللي يهمنا نجاح يعني نجحت العمليه ونجحت التفاعليه. درتوا انتوا الاحزاب درتوا حمله على احزاب داروا من جانبهم حمله اعلاميه ناجحه والمفوضيه ايضا طبعا هو العمل المشترك هناك في اقليم كردستان ادى الى هذه النسبه الكبيره من التصويت. اقول انه المفوضيه ادخلت تقنيات جديده واجراءات جديده واستحدثت مراكز واجراءات جديده ونجحت نجاح ولله الحمد. مو احنا نقول نجحنا، ما يصح احنا نقيم نفسنا، بس اليوم احنا كان عندنا اجتماع ويا الاتحاد الاوروبي الثناء، يعني احنا كلش فرحنا واحد يطلع بيان خاص
ومن ممثل الأمين العام السيد جورج بوصنهم طلع بيان أيضا. ونعتقد احنا اكو ارتياح من قبل المشتركين بالعمل الانتخابي. أنا أهنيك وأهني مجلس المفوضين المفوضين عموما على هذا النجاح الفاخر، ونتمنى لكم نجاح بالمناسبة الأكبر، مناسبة البلد هي الانتخابات الكبيرة. الله يعيننا القانون، والله يعينكم إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا. الله يعزك الله يخليك على هذا حضورك، هسه جاي من السفر وقبل، يعني أشكرك شكرا الجزيل. احنا عندنا تحويلة وما أعرف إلى متى يبقى الزمن يحول بينا. إلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى مخلصة قلوبنا؟ إلى أن يأذن الله، ما لنا غير هالحكاية هاي، إلى أن يأذن الله، لأن يبدو أن البشر لا حول ولا قوة إلا بهالموضوع هذا وما يقدر ينهي. تشاهدونا بعد الفاصل. في ورشة البورتريت تنتقل الألوان لترسم صورة تخطيطية للنائب عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر. عزيزي المشاهد، يمكنك متابعة برامجنا على موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com الذي يوفر تغطية مفصلة عن الأحداث المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى الأخبار الرياضية والفنية والعلمية. وإذا فاتتك عزيزي المشاهد مشاهدة برامجنا أثناء البث الحي، فيمكنك متابعتها على موقعنا الإلكتروني، حيث تتوفر مختلف البرامج السياسية والاقتصادية والرياضية والترفيهية. كما يمكنك عزيز المشاهد متابعة البث المباشر من الأخبار والبرامج واللقاءات المختلفة الذي يبثها راديو الرشيد. وللمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الرشيدميديا.com. قريبا بالشمع الأحمر. بعدين أهلا بكم مرة أخرى. ضيفنا على كرسي البورتريت هذه الليلة سياسي مثير للجدل، تربع على مقعد البرلمان بديلاً لزعيم كتلته، فحقق وهو البديل أكثر مما حققه معظم الأصلاء، ائتلف مع من اختلف معهم واختلف مع من ائتلف معهم. يرى فيه البعض من أعضاء كتلته خياراً لا اضطرار فيه،
ويرى فيه البعض الآخر اضطرارا لا خيار فيه. تلبس لبوسا عدة على وجه واحد. رجل المهمات الصعبة ينشط خلف خطوط العدو، إنجاز التعبير إنه قبيلة سياسية بذاته ولذاته، وهو زعيمها ومهوالها، الجالس على سدتها والناطق باسمها. تتلاشى على لسانه الكثير من الخطوط الحمر، ولا يتهيب صعود الخصومات، ولا يعيش في حومتها بين الحفر. لا يحرجه حرج من بعض تصريحاته، ولا يقلقه قلق ائتلافه منها. سياسي في التجارة وتاجر في السياسة، ولكن لا تلهيه تجارة أو بيع عن السياسة، ولا تلهيه سياسة عن التجارة والبيع. هذه خطوط أولى لصورة البورتريت التي سنرسمها للنائب عن ائتلاف دولة القانون السيد عزة الشعب. مرحبا بك. قصيدة؟ ها؟ قصيدة. والله هذا هاي القصيدة مولية، هاي تحيي بها الزميل ستار زيارة اللي كتبها بيك وتغنى بها اليوم. شي رائع. ها؟ رائع. أحيي. شكرا لك ورحب بك مرة ثانية. حياك الله. نبدأ بوثيقة الشرف سادة عزة. وثيقة الشرف. شبيها؟ تم التوقيع عليها، تقييمك إلها، توقيتها، دلالاتها، وخلي أسميها تداعياتها، قناعتك. لك الشكر ولقناة الرشيد. منذ البداية لما كانت هناك دعوة لوثيقة شرف ومريدها وصاحبها روج لها وكأنها عصا موسى التي ستحل وتحلل كل المشاكل وتخترق الأزمة العميقة التي نعاني منها الآن اجتماعيا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا، منذ البداية أنا قيمتها أنها فارغة ولا تعدو عن كونها أداة لبناء مجد شخصي لا أكثر. وأعتقد أن كل ما صرف من جهد وجهود وأموال على هذه الوثيقة سوف لن تتعدى أن تكون ورقة تضاف إلى كتس من الأوراق التالفة. مروجها ومريدها تقصد دكتور خضير الخزاعي؟ معروف، أنا ما أتداول الأسماء. نعم، من روج لها وتحمس لها في الحقيقة خيل له أنها عصا موسى وهي لا تعدو شيء. أنا قلت كل ما بذل من جهد لم ينتج سوى ورقة تضاف إلى كتس من الأوراق التالفة. وأستغرب من القادة السياسيين كيف يتهافتون على ملتقى من هذا النوع مجاملة أو حياء، بل أن قسم من ملتقيات، يعني الملتقى السابق اللي صار مؤخرا قبل تقريبا شهرين مكتب السيد عمار الحكيم، ماذا أنتج؟ أنتج صلح بين رئيس وزراء ورئيس مجلس النواب. وماذا أعقب الصلح؟ أعقب الصلح أيضا هو كبير بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. فهذا الصلح لم تبنه هذه المصافحة في ذلك المؤتمر، ولم تفككه هذا الصلح. مسألة لها علاقة في تفسير المراد من هذا المؤتمر على الإطلاق. هناك أمور تتجاذب العلاقة بين الرؤوس ليست لها علاقة لا بمؤتمر سماحة السيد عمار الحكيم ولا لها علاقة ب ملتقى الأخ خضير الخزاعي. لحد الآن لم يتصدى أحد بصدق ويضع يده على الجرح على الإطلاق. يجوز نحاول اليوم رؤيتك للجرح هذا شنو؟
وش وقت نخلي ايدنا عليه وشنو اللي شنو اللي يمنعنا انه نخلي ايدنا عليه. لكن ارى في كلامك اليوم انا من اقرب بيان جبهة الحوار اللي تنتقد الوثيقه، طبعا ما شاركوا الجماعه بالملتقى بجبهة العلا، دكتور صالح ما حضر، واليوم بيان ينتقد الوثيقه وينتقد تصريحات رئيس الوزراء ويتهمه بانه نسف الوثيقه بخطابه يوم امس في الناصريه. من كتب هذا البيان ليس افضل ممن دعا الى هذا المؤتمر صدقا. اولا هو لم يحضر هذه الوثيقه، هذا البيان، عفوا هذا الملتقى الذي وقعت فيه وثيقة ما يسمى بالشرف، فكيف يحاجج الآخرين بهذه الوثيقة؟ هو لم يعترف أصلا بهذا الملتقى ويحاجج المالكي أنه نسف هذه الوثيقة، هذا عيب، هذا اصطياد بالماء العكر. هناك هدف اسمه المالكي، نفتش عن الأسباب كي نرجمه بحجارة عمياء بكل صراحة. وكان بيان غير موفق على الإطلاق. عدم حضور الأستاذ دكتور صالح المطلق كان موقفا وطنيا شريفا، ولكن هذا الموقف تعرض إلى الاهتزاز بهذا البيان. يعني ما الذي تنتظره من دكتور صالح من جبهة الحوار عندما يسمع في عبارات دولة الرئيس يوم أمس، عبارات مثل بيننا وبينهم بحور من الدماء؟ أولا هذا موضوع وهذا موضوع، يناقش هذا الموضوع على حدة، يقول كيف يتصرف رئيس الوزراء ويطلق في خطابه هذا النوع من العبارات، ممكن إلى جواب هذا، لكن أن يربطه بوثيقة الشرف هذه ما فيها شرف. شنو جوابه العبارة من وجهة نظرك؟ بين بين بيننا وبين من بحور من الدماء، يعني لا يجوز، ليس من الأمانة أن تطلق العبارات وخاصة الحامية تطلق في الهواء الطلق هكذا ويراد منها تشويش أذن السامع وذهنه. المالكي في اجتماع وثيقة الشرف هاجم تلك الميليشيات والخارجين عن القانون أشد هجوم، هؤلاء الذين يتسببون في التهجير وفي التوتير الطائفي بين أبناء الشعب الواحد، هاجمهم. وقبل الوثيقة التقى بكبار بشخصيات بعشائرهم. لم نرى كلمة صدق من كاتب هذا البيان تثني على هذا الجهد الإيجابي والوطني، صح؟ ولكن حينما هاجم من يقف على منصات السوء في ساحات الاعتصام وهو يلعن الشيعة ويهددهم ويقول نقطع رؤوسهم، طبعا بيننا وبين هؤلاء بحور من الدم. يعني كان يقصد هؤلاء، واضح النص، نص رئيس الوزراء قال بيننا وبين من يقف على هذه المنصات ويلعن مكون بعينه ويهدد، بيننا وبينه بحور من الدم، وأنا أقول بيننا وبينه بحور من الدم، وصالح المطلق يقول بيننا وبينهم بحور من الدم. من يقبل بخطاب أحمد العلواني؟ من يقبل؟ ولماذا لا يدين هذا من كتب هذا البيان؟ لماذا لا يدين هذه المنصة؟ لا لازم أسألاني، يعني ها جبهة الحوار سوء فهم منها لكلام دولة الرئيس، أم اصطياد؟ خطأ يتحمله الأخ الدكتور صالح المطلق. نعم أنا قلت وأؤكد عدم حضوره كان هو الشرف بكل صراحة، ولكن هذا البيان عرض هذا الموقف للاهتزاز. طيب نعم. نروح لفقرات برنامجنا، أنت صاحب البرنامج. طيب نروح لفقرات. راح افترض انت ما شايف الفقرات البرنامج، لو شايف ما شايف الترافيك لايت اي شايف اشياء جديده وهاي اي جيد هاي امامك ثلاث ازرار، بامكانك ان تضغط على اي زر بدلالاتها، الاحمر للتوقف والاصفر للتحذير والاخضر للاستمرار. طيب وهذا نداء توجهه لصاحب الصوره اللي راح تظهر لك الان. طيب انطيني الصوره الاولى.
ما راح استعمل بس الأخضر. ما أتوقع. يعني أشوف صورة هنا. أي صورة أمامك؟ أي. دكتور إياد علاوي. دكتور إياد علاوي. إيش راح تنتي؟ راح تقول له توقف؟ أم راح تقول له احذر؟ أم راح تقول له استمر؟ في أي شيء؟ بدون تحديد. قد أحدد لك. يعني خلينا نقول في النهج السياسي. فهمت. فهمت. توقف. توقف يا دكتور أو احذر يا دكتور أو استمر يا دكتور. لا والله توقف. أحمر. أي طبعًا. توقف. عن ماذا يتوقف دكتور؟ والله يجب أن يتوقف عن هذا الموقف السلبي الرهيب تجاه العملية السياسية برمتها. يجب أن يتوقف عن منهج إما أكون رئيس وزراء العراق أو فلا نزل القطر. هذه واحد القاعدة. واحد من أهم مؤسسي العملية السياسية، أول رئيس وزراء استلم السلطة من الحاكم المدني، معارض من 30-40 سنة للنظام، تتهمه بأنه يهاجم العملية السياسية، كيف؟ أولا توصيفاتك ليست دقيقة. شلون؟ مؤسس العملية السياسية. واحد من مؤسسي. أي عملية سياسية؟ أول رئيس وزراء. أول رئيس وزراء مو بالضرورة يكون مؤسس العملية السياسية. 40 مقعد بأول انتخابات كتب الدستور. ما يخالف. مو يعني مؤسس العملية السياسية. تاريخ أثناء المعارضة. تاريخه غير متميز عن 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 تواريخ من القادة السياسيين العراقيين. يعطيني شيء هو يمتاز به دون غيره. لا يوجد. يعني هو جاب 40 غيره جاب 90. مو فد قصة يعني. زين. بعدين 40 صاروا 25. وما أدري 25 قد راح يصيرون في الدورة الأخرى. كان ممكن أن يكون لدكتور أياد مستقبل رائد في الحقيقة. لو كان مضمون خطابه ومواقفه ينسجم مع عنوان المشروع اللي هو المشروع الوطني العراقي، حينما أردنا أن نميز أنفسنا عن مشروعين طائفيين مقيتين هما الائتلاف الشيعي والتوافق السني. شنو اللي اختلف خطاب دكتور أياد طيلة العشر سنوات؟ خطابه واحد، هو أن يكون رئيسا للحكومة العراقية. لا يوجد شيء جديد في الحقيقة. نعم. وهو غير مستعد أن يتنازل عن هذا الشر أو هذه الغاية حتى لو كانت النتيجة أن يعيش العراق برخاء ووئام وسعادة دائمة. نعم. إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. وأنا لا أتحدث بهذه اللهجة القاسية على أخ عزيز اشتغلنا سوية وأحترمه وأقدره إلا بعد أن لمست بيدي هذه. عندي 4-5 سنوات شغل وياه. شنو اللي لمسته؟ أن الرجل لا يهمه غير نفسه. يعني مفهوم هذا الموضوع. نقطة على السطر. إذن معنا نقطة السطر، نطفي الأحمر وروح للصورة اللي بعدها. شو نسوي هسه؟ نطفي الأحمر. نطفي الأحمر وروح للصورة اللي بعدها. نعم. الشيخ جلال الدين الصغير النائب في السابق في القيادة في المجلس الأعلى والنائب السابق في البرلمان العراقي. شو تريد أقول له؟ نفس الآلية. والله أقول له توقف من الإشارة ابتداء. أي قلت لي كل أخضر. أي توقف. يعني ما كنت فهمان شنو الموضوع. عبالي هو يريد يتكلم فأنا أقول له أوقف أو أحذر. شنت أقول خلي يستمر. لا صورة فقط. أي صورة فقط. الأخ جلال الصغير أتمنى عليه أن يتوقف من استخدام المواقع الإلكترونية غير المعروفة أصولها ليشوه شخصيات تاريخها ناصع وحاضرها ناصع أيضا. إذا كان لديه ما يقول فلا يختبئ، يجب أن لا يختبئ وراء مواقع إلكترونية يحاول أن يسخرها لتشويه العديد من الشخصيات. وأتمنى له أن يكون عنصر إيجابي
وعنصر مصالحة وعنصر وئام. يعني إذا أكو سياسي عراقي كثيرين يشهدوا له بالجرأة والشجاعة والقدرة على المواجهة هو الشيخ جلال الدين الصغير. أجيب لك دليل. أنا حسيت من كلامك أنه تقصد مهاجمة لحضرتك على الأقل. على الأقل. لكن عندما اتهمه رئيس الوزراء في لقاء في رمضان بأنه كان السبب في إيقاف قانون البنى التحتية في الدورة الماضية بأنه ذهب إلى سياسيين في الاتحاد الوطني الكردستاني واتفق معهم على أن لا يمرروا هذا القانون لأنه سيخدم المالكي بالنص، باليوم التالي وليس ما مختبئ لا خلف اسم مستعار ولا خلف موقع بين ووضح واعترف وقال فعلا أنا اللي وقفت للأسباب كذا وكذا وكذا. إذا وين أخبأ نفس الشيخ جلال وبدأ؟ هذا موضوع مختلف عن هذا تماما. تماما. ولكن شيخ جلال يتصدى لتشويه العديد من الشخصيات الوطنية العراقية التي هو يختلف معها، هي لا تختلف معه في الحقيقة، ويختفئ وراء مواقع إلكترونية معروفة هو يمولها وهو يدعمها وهو يكتب فيها. والغاية؟ الغاية التشويه. فأين الشجاعة؟ فأين الشجاعة وهو يختبئ تحت أسماء مستعارة ومواقع إلكترونية غامضة لا أحد، الناس لا تعرف من يمولها ومن اللي لاحظ خطبة الجمعة يعني براثة أيضا يشوف الوضوح ويشوف النقد اللاذع دون أن يرتاب أو يخاف ردة فعل أحد. أنا أتكلم عن نفسي. أنا أتكلم عن نفسي. إذن أنت متأكد من أنه الشيخ جلال يدير مثل هكذا مواقع؟ موقع براثة إله مو صحيح؟ كل ما يتناولني ما مر تناول شخصي بمصداقية وشجاعة أبدا. دائما يكتب بديل المالكي يهاجم المالكي مثلا، بديل المالكي يهاجم حزب المالكي. هذه عناوين مال ضعفاء مو مال شجاعة نهاية. الشجاعة تحشي رأيك بصراحة مع الشخص اللي أنت تعنيه. أنا بعمري ما كتبت بموقع إلكتروني أبدا، وبعمري ما كتبت باسم مستعار، وبعمري ما اعتذرت إلا إذا كنت مخطئ، عفوا ما نفيت تصريح أنا قلته أبدا، حتى أشد التصريحات انعكاسا تتحمل مسؤوليتها. اللي أؤمن بي أقوله، أما أروح أستخدم موقع إلكتروني وجريدة وأدفع رواتب لكتاب موتورين حتى يشوهون شخصيات، هذا ما أسوي، واللي يسوي ضعيف وجبان بكل صراحة. نطفي الأحمر لو عندك بعد كلام. ما عندي شيء. نطفي الأحمر روح للصورة اللي بعد، راح يسوي لي مشاكل بهاي الحلقة. ولتكن. الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس الوزراء في الحكومة السعودية. كسبت الجولة أنا. نعم. على اعتبار تقول كلهن أخضر صارن كلهن أحمر. أعترف لك. إيه. مس أندرستاندينغ. زين. عن ماذا يتوقف الأمير؟ عن التآمر على العراق. حرنا ترى يعني سياسيين، خلي أحكيها، السياسيين الشيعة يوم ترحون على الأمير بندر، يوم ترحون على الأمير مقرن، يوم ترحون على أمير قطر، يوم ترحون على تميم الأمير الجديد، كلهم واحد. ها؟ كلهم واحد. هسه تميم وأمير قطر قصة. لم ينجحوا، لم يفلحوا بما أوكل لهم من دور في المنطقة. خربوا ما استطاعوا تخريبه ودمروا ما استطاعوا تدميره. لازم يستمروا الأخوان، الأمير بندر، الأمير مقرن، في تدمير ما تبقى من الساحة العربية والإسلامية. العراق. وهذا تبادل أدوار لو تنافس نجحت المملكة فيه. استكمال. أه. استكمال أدوار. خلاص ستوب قطر، كملتوا اللي تقدرون تكملوه، بعد ما تقدرون تفرقوا أكثر
المهمة الآن أكبر، يعني قطر المهمة تحتاج رمزية أكبر، رمزية أكبر و أي قطر لا تملك رمزية، قطر عندها فلوس بس وعندها تواصل مع إسرائيل مرتب، بس الإخوان هنا عندهم رمزية هم خدام الحرمين. يعني الذي يثبت كلامكم هذا بأنه أمير بمستوى الأمير مقرن ممكن أن يتآمر على العراق، أمير بمستوى الأمير بندر ممكن أن يتآمر على العراق؟ شنو يعني مستوى؟ يعني أولا أمير لمملكة عربية كبيرة بها الحرمين الشريفين، هم لا يخفون كرههم للعراق ولا يخفون خوفهم من التجربة الديمقراطية الرائدة في العراق أبدا، وهذا دافع كافي أنه 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 كل ما يجري في العراق الآن سياسيين العراقيين يتهمون السعودية. العراق منافس رمزي قوي، العراق منافس اقتصادي قوي جدا للمملكة، العراق يملك تاريخ طويل عريض ممكن يهيئ له أن يكون مركز استقطاب لدول المنطقة، وهذا السعودية لا يروق لها على الإطلاق. ويعني أمريكا لمن توكل الدور في رأيك؟ هذا الشيطان الأكبر رحمة الله على الإمام الخميني في الحقيقة لو قال فقط هذه يكفي أن يكون إماما. أي حقيقة يعني أنا إن كنت أسمع يصف أمريكا بالشيطان الأكبر كنت أقول مبالغة، يعني إيش دعوة، بس صدقا بعد أن جاءت أمريكا إلى العراق وتعاملنا معها عمليا ويوميا أنا اكتشفت أنها هي الشيطان الأكبر بعينه، إنها سلطة الشيطان في الأرض. منو صديقك؟ تهاجم إيران، تهاجم أمريكا، تهاجم السعودية، تهاجم تركيا، تهاجم قطر؟ صديقي العراق بس، صدقني العراق هدف لهؤلاء جميعا، لا يوجد بلد يريد العراق خيرا من جيرانه، والأنكى لا يوجد بين أهله كثر يريدون له خيرا، قلة من يريد لهذا البلد وأهله خيرا. طيب قلة. ما حقيقة الإشراف المباشر والفعلي وانتقال الملف من الأمير بندر ملف العراق الحين مغادرة الأمير مقرن الاستخبارات السعودية، ما حقيقة هذا الانتقال والإشراف المباشر للأمير مقرن على الملف ما يعني يدعي السياسيين العراقيين؟ احنا دولة وعندنا أجهزة وعندنا علاقات بأجهزة دولية وأقليمية وعندنا رصد لتواصل الأخوان مع شيوخ عشائر ومع ضباط عراقيين قدامى من النظام السابق. يعني يتصور الأمير مقرن أو الأمير بندر لما يسوي اتصالاته يعني كلها هي مخفية على الأجهزة العراقية؟ اتصالات احنا مسيطرين على الاتصالات، اتصالات شو فيديو، حتى الاتصالات بديهم بيدي الخليج؟ لا 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 يوجد، صدقني وسائل أخرى الأمور ما عادت. لا اذا هيجي اذا هيجي راح تطمننا وتطمن ناسنا انه عندنا هيجي مستوى من تتبع المعلومه طبعا عندنا طبعا، ما اقول بالمطلق ولكن الكثير من حركات التآمر الداخليه والخارجيه مرصوده، مرصود طبعا مرصوده، بس تتفرج عليه لو كثير من بس تتفرج عليه لو جاي نعالج. اقول لتجاوبك يعني اقول هناك العديد من الاجراءات الداخليه هي استباقية لكن لا يعلن عنها. أي حقيقة هذا يحصل. أكتفي بهذا القدر وأطفي اللون الأحمر وننتقل للجزء الثاني من البرنامج. مشاهدي الكرام أثناء الفاصل القصير هذا سال عزت يقول لي هاي توريطة. أي نتبادل الأدوار؟ شنو شنو؟ ما أريد أسيء الفهم مرة أخرى. أنا راح أتحول إلى النائب عزة شابندر وحضرتك تتحول إلى مقدم البرنامج أحمد بولا طلال. أمامك
ثلاثة أسئلة تطرحهن علي. أنت منين جايبها ذني؟ محدد لي أنت الأسئلة اللي أطرحها. تريد تسألني بس كنت تتحمل الجواب. تريد إحنا محدد أسئلة معينة. إذا تريد تلتزم بسياق البرنامج كيفك، وتريد تطرح أسئلة أنت تختارها أيضا مخير. نشوف الأسئلة ونقرر. ها. حلو برنامجك بصراحة. حلو بوجودك. وبوجود كل ضيوفنا اللي شرفونا ان شاء الله متميز. هو الغايه انه تخلق حوار سياسي بطريقه مبتكره. صحيح طريقه مبتكره. ونفس الحكي هذا نحكي دائما، بس الناس ملوكم وملونا ترى وياكم، فنحاول انه نجيب مشاهد بهالطريقه. السؤال الاول، اي لماذا تختص بالملفات المعقده مثل ملف رافع العيساوي، الدكتور رافع العيساوي، الأستاذ مشعان جبوري وسواها؟ أي وسواها فعلا. خل أضيف لك ملف التظاهرات، ملف الشيخ أحمد أبو ريشة، ملفات أخرى معقدة قد لم تظهر للعلن. خل أقول لك بصراحة، أنا أجيد اللعب خلف الكواليس، وهذا ناتج عن خبرة سياسية متراكمة طيلة 40 عام، فضلا عن أن فشلي في مثل هكذا ملفات لن أخسر به شيء، ملف خلف الأضواء. أما النجاح في ملفات معقدة هذا سيمنحني دفعة قوية. جواب غير موفق. أريد الجواب الموفق. هل أقول لك ليش غير موفق؟ هو يحمل تناقضاته مع نفسه. من يحبذ العمل وراء الكواليس خشية من الفشل هذا يبحث عن النجاح تحت الأضواء. صح؟ في حين العمل هذا خلف الكواليس نجاحه لا يسجل لصاحبه على الإطلاق. وكم مررت بتجربة وأخرى وأخرى. لا بعدين يطلع الحكي إنه اللي اشتغل الموضوع. لا ما يطلع. يمكن يطلع. يطلع لمتابعين ومختصين. أي. بس لعموم الناس لا يظهر على الملأ. أبدا. نعم. بس إذا أردت أجاوب. صح. أولا أنا أكره التنافس كره شديد في العلن. لا أحب أن أكون متنافس على موضوع وراء شهرة أو مدح، أكرهه بصراحة. أقول لك هذا واحد. اثنين، أنا أختار الملف الصعب مو السهل. الصعب المعقد الشائك. لأن أقدر عليه. لأن أقدر عليه. ليش تقدر؟ ليش تدعي؟ في مداولة مع أحد من أحترمه ويكلفني أحيانا قريبة أو أسبوع. قال لي أنت شلون تقدر تشوف هيك ناس؟ قلت له هو أنا هذا شغلي، أنا أشوف اللي أنتم ما تقدرون تشوفوه. يعني قصده شلون تقدر تقعد قبالهم وتحاكيهم؟ أي وتحاورهم وعندك تتحملهم. أي بالضبط. بالضبط. قلت له هو هذا شغلي. أنا أشوف اللي أنتم ما تقدرون تشوفوهم، وأنا أحقق النتائج من ناس صعب تحققون النتائج منهم. هذا شغلي. وأنا لا أبحث عن الضوء أبدا، أكرهه بكل صراحة. طبعا لا أخشى الفشل، وفشلت كثيرا وتحملت، يعني تحملت نتائج هذا الفشل ممن يعرف بهذه المهمة. ولكن صدقني لم أنل شكرا واحدة. أسجوز نجي على هذا الموضوع، بس أنا أشوف أنه صدقني لم أنل شكرا واحدة في أي موضوع نجحت به. يجوز نجي عليه. وعدم وجود هذه الشكرا لم يثنيني إطلاقا من أن أبحث عن جولة أخرى. طيب أغنيتني على السؤال الثاني. نروح للسؤال اللي بعد ونرجع لتبادل الأدوار مرة ثانية. السؤال الثاني يا سيدي، أتمنى يكون لمستوى السؤال الأول.
هل ترى أن مستقبلك السياسي سيبقى مع ائتلاف دولة القانون؟ أنا أول مرة أشوف مقدم برامج يسأل سؤال ويضحك. إذا أنت بخل السؤال ليش تضحك؟ سؤال منطقي مع قرب الانتخابات، من الطبيعي أن تسألني السؤال، من الطبيعي جدا أن تسألني السؤال يا سيد أحمد، فخليني أجاوب. فعلا أنا أحب تجاوبني. أي خليني أجاوب. سؤال مهم. الحقيقة مستقبل السياسي مع دولة القانون على المحك، وسبب كوننا على المحك بأن هناك صقور في دولة القانون، أو بالتحديد في حزب الدعوة، من المقربين لزعيم ائتلاف دولة القانون السيد المالكي، يغيظهم كثيرا ما تحدثنا عنه في السؤال الأول، يغيظهم كثيرا هذا الدور الذي يلعبه، يغيظهم نجاحي في بعض الملفات. خل أتحدث لك عن موضوع يمكن لي أول مرة أطلع بالإعلام. في جلسة خاصة السيد المالكي أمام مجموعة 2 أو 3 من هؤلاء يحاججونه بدور الشابندر، وما الذي أعجبك بالشابندر، والشابندر سبب لنا مشاكل، فطرح لهم جردة حساب، القضية الفلانية من حلها، القضية الفلانية من حلها، القضية الفلانية من حلها، على الرغم من بعض المؤشرات والسلبيات اللي أسجلها، وهذا الكلام لدولة الرئيس على الشابندر، لكن هناك ملفات أجاد بها. فقد يحمل عني رئيس الوزراء بعض الملاحظات اللي يحملوها صقور حزب الدعوة، لكن هناك بعض صقور حزب الدعوة يرون في وجودي في ائتلاف دولة القانون مشكلة، وعرضتهم للإحراج في أكثر من مرة. هذا السبب راح يخلي مستقبلي مع ائتلاف دولة القانون على المحك. أعلق على جوابك سيد عزيز. تفضل. بكل صدق لم أرى صقور. لم أرى صقور. صخور ممكن بكل صراحة. هذا واحد. اثنين، ما حسيت أكو ناس تحاربني داخل دولة القانون أبدا. هواية أسمع حكي أنه في دولة القانون ناس ما تحبك، أو مزعوجة من دورك، أو مزعوجة من نجاحك، أو تستغل فشلك، بس ما يوم لمست هذا الموضوع بكل صدق. إذن منو اللي ثير هاي المواضيع؟ أني وغير من الإعلاميين؟ لا ما أعرف منين جايبيها الإعلاميين حتى. ليش ما أعرف؟ ليش يمكن تكون موجودة؟ ليش؟ أذكرك ببيانات، أذكرك ببيان حزب الدعوة على قضيتك في مسألة مشعان جبوري؟ هذا لا يعني شيء. لا شلون يعني شيء؟ لا أنا مو عز الشابندر مو كله مشعان جبوري. أذكرك لا أذكرك ببيان حزب الدعوة و بيان دولة الرئيس وكلامه وتصريحه حول تصريحاتك، حول تصريحات المرجعية، دائما تخليهم بمواقف محرجة، هي هاي اللي تخلينا كمراقبين مو نصور على التصور، نبني أيضا نضيف معلومات عندنا أخرى. ما يخالف. أنا أقول ما حد من دولة القانون في اليوم واجهني، ولا أحد حسسني، ولا أحد أحرجني. يمكن السبب أولا أنا لا أعير همّاً أو 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 يزعجني همّاً أو يحملني همّاً أي شيء من هذا الاتجاه، أسمعه ما أسمعه، يوصل لي مباشر غير مباشر، ما أكترث به، أسمعه اليوم وأنسى بكرة بكل صراحة. اثنين، أنا أتعامل مع المالكي فقط، لا أتعامل مع دولة القانون. و يمكن تستغرب، هل سيصمد المالكي في الدفاع عنك بناء على الرؤية اللي موجودة عندنا يعني كمراقبين؟ كيف هو سيصمد بالدفاع عنك وستدخل دولة القانون؟ احنا سؤالنا كان انه مستقبلك مع دولة القانون على المحك. هذا انت لازم تجاوبه. ارجع مرة ثانية. انا حتى اكمل لك. اجاوباني. حتى اكمل لك انا. يمكن تتفاجأ، لم أحضر خلال هذه 4 سنوات اجتماعا إلا مرة واحدة لدولة القانون. مرة واحدة.
لا يعني حضورك مجلس النواب قليل، حضورك دولة القانون قليل. مو صحيح، مال مجلس النواب مو صحيح. هذا حكي حكاه صديقي بهاء العرجي والناس صدقته وتصدقته، مو صحيح. أنا مرة اشتكيت عليه بالقضاء وجبت أوامر إدارية أنه أنا شقد النسبة المئوية مع الحضور مالتي، فترجاني بوسني قال لي بطل داشا قوياك، مو صحيح. بس أنا مو فاعل داخل صالة مجلس النواب، أنا أقعد على الحائط بس أسمع. دورك كواليس ايه احسن كافتيريا فهذا يخيل للاخر انه اني ما احضر. اثنين، انا دائما خميس وجمعه اروح لاهلي الى بيروت. الاعلام يبقى يلاحقنا فاطلع من بيروت، الناس يتخيل هذا ايش قد يطلع من بيروت، اشو بس ببيروت. فخطا شائع وما يهمني افنده، مو موضوعي يعني هذا مو مهم. بس اني اتحدث، اني اتعامل مع الرجل المالكي، والمالكي تحمل مني الكثير بكل صراحة. وأحيانا قلت اللبناني مرئ لي اي قضايا فظيعة. اي يعني مثلا إيه بس لها حد، ها لها حد يعني جاي تحرج الرجل، ممكن ممكن اقول لك انا هذا الاحراج قد يتسبب انه السيد عزت ليس لك مكان في دولة القانون في الدورة القادمة. أنا مع المالكي عندي قرار أستمر مع هذا الرجل شخصيا. أيه. هو عنده قرار بقبول هذا الاستمرار. يخص هو يوزن. ها. أنا مو جديد عليه، احنا علاقاتنا مديدة تاريخيا. ويعرف مزاجي ويعرف غلطي وصحي قوتي وضعفي، يعرفه كل الزين. هل تعتقد أن هناك تأثيرات عليه بإبعادك علي من دولة القانون؟ إيه ليش تقول لي؟ ما أنا ما مواجه هذا، أقول لك أنا ما يعني ما مرت علي. زين إيش قصدته بالصخور؟ مو هاي صخور واحدة ما راح تخليك على المحاكم، راح تخليك خارج الصقر بطل. لا صخور أنت إيه الصقر بطل. الصخرة هي الصماء، الصماء التي لا تفقه. يعني هذا لا يعني تفهم، لا تعي، لا تعي. إيه طبعا. ولكن أريد أن أسجل كثير من الأسماء في حزب الدعوة أساسيين جدا وقريبين جدا من المالكي، عندي معهم أفضل علاقات الثقة بصدق ودقة. الكثير من الأسماء اللي لصيقة بالمالكي هسه إذا أبدأ أسأل، ومواقعها قيادية في حزب الدعوة، عندي علاقات وثيقة الثقة. كفة المريدين أرجح أم كفة المعارضين لبقائك؟ لا يهمني. منو الحاسم بالموضوع؟ ما حاسبهم. لا منو الحاسم بالموضوع؟ رأي سيد المالكي؟ أي طبعا هو اللي حاسم، ورأيي أيضا ورأيك أيضا طبعا. طيب نتحول للسؤال اللي بعده. والله انت يا ملا طلال. سيد عزت، كيف تبرر هجومك على المرجعية الدينية مؤخرا؟ هذا اهم سؤال بصراحة اقول لك، واشكرك جدا يا احمد ملا طلال ان سألني هذا السؤال. انا اللي اشكرك على طرح هذا السؤال. أيه. وتبادلنا الادوار. نعم. بس ما ادري عاد جوابي سيكون يعني بعد ما متقمص الدور جوابي راح يكون بنفس قناعاتك او لا. دعني الان اتقمص. طيب. اسمع منك. انا كعزة الشابندر لدي قناعة معينة بالمرجعية الدينية وبدورها، ليس مجبرا ان اتحدث بها علنا امامك وامام مشاهدين، أحتفظ بها لنفسي، قد أتحدث عنها في جلسات خاصة، قد يعرفها مقربين لي هذه القناعة بالمرجعية ودورها وحتى عملها وهيكليتها. لكن سؤالك عن سبب هجومي على أحد ممثلي المرجعية مؤخرا، هذا جاء بسبب تدخل أنا أراه غير مقنع وما إلى مبرر بعمل سياسي. أنا عندي قناعة بأنه نحن دولة مدنية، رجال الدين لهم دورهم،
لهم منابرهم، لهم أن يوعوا الناس على العبادات، على المعاملات، على الأمور الشرعية والفقهية، ويتركوا السياسة للسياسيين. ولسنا على استعداد لأن نسمع نصائح من رجال الدين، لأننا دولة مدنية ودستورنا مدني. طبعا أشكرك على هالإجابة، بس أنا أحب تعطيني فرصة فضل كافية لهذا الموضوع. تشكرني على الإجابة لأنها كانت متسقة، ما فيها خطأ، ما فيها خطأ، ما فيها خطأ، ولكن تحتاج تفضل تعميق أكثر. تفضل. أولا أن يرسل إرسال المسلمات أنه هاجمت المرجعية، هذا ظلم كبير إلي، وهذا الظلم تناوله حتى أقرب الناس إلي، بحيث يعني كأنه أظهر البراءة من هذا الفكر ومن هذا التصريح، وأنا غير مزعوج منه. أنا لم أهاجم المرجعية، أنا أؤمن بالمرجعية ودورها وموقعها تاريخيا وفكريا أكثر من كل الذين حاولوا أن يستغلوا هذه المناسبة لينالوا مني. أعطيك نبذة تاريخية بسيطة. في 1970 أول انشقاق على حزب الدعوة في تاريخ حزب الدعوة كله، في بغداد انشقت حركة نوعية اسمها حركة جند الإمام، مجموعة من الناس في بغداد خرجوا من حزب الدعوة وسموا أنفسهم بعد 4-5 سنوات من الانشقاق حركة جند الإمام والمقصود المهدي. ليش؟ وهذا الفكر، هذا الفكر هو الفكر الذي أتبناه وأؤمن به. كان هناك صراع فكري، هل أن القيادة الإسلامية هي القيادة الحزبية للحزب الإسلامي أم هي الفقيه الجامع للشرائط؟ فقيادة الدعوة في ذلك الوقت تبنت أن القيادة الحزبية هي القيادة الإسلامية، أما من انشقوا عن الحزب فتبنوا أن الفقيه الجامع للشرائط هو القائد، هو القيادة الإسلامية، والأحزاب الإسلامية هي أجهزة بيد الفقيه. طبعا أول نشرة صدرت اسمها الصراط المستقيم، اسمها القيادة الإسلامية والقيادة الحزبية، تعطي هذا التعريف وتقول القيادة الإسلامية هي الفقيه الجامع للشرائط. بعد هذه التوطية شنو اللي تريد تقوله؟ بعد هذه التوطية أقول هذا فكري وإيماني. اثنين، أنت وين رحت؟ أنت رحت ويا الجند؟ لو بقيت طبعا مع الجند، مع الجند طبعا، طبعا مع الفقيه الجامع 100%. وهذا فكري وخطي ومنهجي إلى هذا اليوم. وين أنا اصطدمت؟ اثنين، بعد هذه الزوبعة اللي حصلت أعطيت تعريف للمرجعية. قلت المرجعية الدينية وهذا مؤمن به، وإذا المرجعية تناقشني به خلي تناقشني، وإذا أدعياء نصرة المرجعية هذول المتملقين الذين يتسكعون على أبوابها كي يعتاشون على فتاتها مع الناس البسطاء، إذا يقدرون يناقشوني خلي يناقشوني. المرجعية الدينية هاي بالفكر الإسلامي الشيعي هي الامتداد الطبيعي لخط النبوة وخط الإمامة، إلا أنه لا وحي ولا عصمة، فالنبوة اختصت بالوحي والعصمة، والإمامة اختصت بالعصمة دون الوحي، أما المرجعية فلا وحي ولا عصمة، ولذلك هي تساءل وتناقش. إذا أحد عنده على هذا التعريف ملاحظة خلي يقول لي، ممكن أتراجع عنه إذا يقنعني. اللي أنا أثرته هذا التدخل التدريجي من وكيل للمرجع بالشأن السياسي، بالخدمات وبالأمن وبالمال، بلغ حدا لا يتلائم مع دور المرجعية الدينية المقدس واللي هو بناء الإنسان الصالح وتعريفه على الحكم الشرعي. هاي دورهم هم.
احنا لو نؤمن بولاية الفقيه هم دورهم اكبر، هو الحاكم المرجع، هو المرشد الذي ينصاع له كل الرؤساء والقادة في هيكل الدولة. بما انه المرجع هو ما رايد يأسس دولة ولاية الفقيه وما يؤمن بها اصلا ولا يؤمن بها اصلا، وتعارف القادة السياسيون العراقيون على ان دولتنا دولة مدنية، مو صحيح؟ ودستور. إذن يجب ان يتطابق سلوك وكلاء المرجع مع ما يؤمن به المرجع. حينما يتجرأ احدهم يهاجم الى ان وصل الى مستوى يقول ان هؤلاء الساسة بعضهم بلا ضمير بلا وجدان، صحيح هو بعض انا هم اقدر ابعض عليه طبعا، ولكن هذا التبعيض، لكن تبعيضه صحيح لو مو صحيح؟ هذا التبعيض بخطاب من هذا النوع يرسل إرسال التعميم. المستمع يفهم يتلقى التعميم، خاصة مع الرمزية اللي يسمع. أحسنت. ولذلك أنا تجرأت فسألته، قلت إذا الحكومة أنت تنتقدها أنهم سراق وحرامية ويفرطوا بالمال العام، ممتاز. هاي الحكومة مصادر الأموال واضحة، مواقع الصرف واضحة، أكو مجلس نواب يحاسبها، أكو نزاهة، أكو ديوان رقابة، أنت من يحاسبك؟ أني اكتفيت أنا بالإجابة، أروح للجزء الثالث من بورتريت. بهذا الجزء راح نستخدم برنامج الفوتوشوب ونتلاعب ببعض الصور. بس للأمانة سنعرض الصورة الحقيقية ابتداء، سنعرضها أمامك ثم نعرض لك ماذا عمل بها برنامج الفوتوشوب. طيب، وأكيد راح تفتح لنا موضوع للحوار. طيب، شوف الصورة الأولى، هاي الصورة لك، يمكن تحكي بالتليفون ويمكن ماخذها، يمكن خليها على البروفايل مالتك بالتويتر نفس الصورة. صحيح. مو خلفيه. هاي الصورة تخيل انك تحكي ويا احد واشتغلنا عليها شوي. نعم، صارت بشكل تالي. تخيل انك تحكي ويا رئيس الوزراء وتقول له حجي تيار الصدري قافلين، ماكو ولاية ثالثة، رجع لي ياسي. ماكو ولاية ثالثة، ابدي اشتغل. اي رجع لي. اي علق، شنو رايك بيها ابتداء؟ حلو. ها، هاي المهام مالتك، يعني هذا دورك، تقول للدوله رئيس الوزراء انه تيار الصدري قافلين، ماكو ولايه ثالثه، بصراحه ابدي اشتغل. يعني هي اولا هاي الصوره سابقه على التفكير بولاية ثالثة. لا، الصورة ايه؟ هاي ايام الانتخابات. اي. وكنت حتى انا ما البس رباط دائما تجد. اي. بس كانوا عندي مصورين يختاروا لي صور شنو، فواحدة منهم يعني يختاروها بدون ارادة، واني امشي واني اكل واني اخابر. تكون معبرة يعني. انا ممكن اخابره اقول له حجي الاطراف الفلانية ممكن تنسجم مع ولاية ثالثة. اي بس ما تقول له انه اطراف فلانية لا تنسجم مع ولاية ثالثة، خلي اشتغل. يعني اول شيء اشتغل بدون ما اقول له، من اشوف اكو شيء تقدم اخابره، اقول الجماعة ممكن نوصل وياهم لهذا الحد، شنو رأيك نستمر او لا؟ بكل صراحة يجي اشتغل. زين، بس احكي لي على الولايه الثالثه. اي، اربط لي اياها بالموقف الواضح للتيار الصدري انه لا ولايه ثالثه للسيد المالكي. شوف، يعني اولا المحكمه افتت بهذا المستوى الموضوع. على القانون والدستور خلي اعرف، نحكي سياسه. لا اقول هو من حقه، ما دام الدستور لا يعيقه، من حقه اذا كان يؤمن بنفسه هو الافضل والاصلح ان يستمر، ان يتصدى. طبعا يتصدى ويستمر.
هذا واحد. اثنين، التيار الصدري أنا أحفظ إلى كلام مثلا لن يجمعنا سقف مع المالكي قبل أن يأخذ رسالة رئاسة الوزراء في المرحلة الثانية. أنا سامع الصدريين الأخوان هذا المصطلح تداولوه، في ناس تقول ما تجمعنا غرفة واحدة، في ناس يقولون لا، بس انت انتبهت للعبارة اللي احنا كاتبها. اي قافلين، قافلين هالمر يخلي قفلهم. انا اعتقد ان المالكي لا ينتظر منهم ان يفكوا هذا القفل عن ما ينتظر منهم مفتاح. لا ابدا، مترهين دولة القانون، ما حاطهم باله، مترهين دولة القانون، هو مترهي شناوين يعني مرتاح هو. لا لا مترهين يعني، هذا الحكي راد لكم يعني اقل تقدير يعني اذا حسه 89 وبصعوبه حصلتوا يراد لكم 100 110، يلا تقدرون تحصلون الثالثة على اقل تقدير اذا ماكو عوائق اخرى. اي الاخوه بالتيار ايش قد كانوا؟ كانوا 40، عندنا بدالهم 60، عندكم 60 بدالهم. بالتوفيق، انحلت بالتوفيق. روح للصورة اللي بعد. لتشوف الصورة. ايه بس ما تعرفهم؟ الجنرال قاسم سليماني يتحدث لأحد المسؤولين الإيرانيين. هاي صار عليها شيء، صارت بالشكل التالي. الجنرال قاسم سليماني يتحدث إلى عزة شابندر. والله أعتقد يعني السيد قاسم سليماني، وأنا طبعا أحترم إخلاصه لبلده، وأقول قولة الحق أن الإعلام الظالم شوهه كثيرا جدا بكل صراحة. شوهه لو تقصد أنت أكثر من حجمه؟ لا حجمه كبير، حجمه كبير. إيه معناها تأثيره كبير، حجمه كبير ودوره كثير وكبير أيضا بالقضية العراقية جانج، في كل قضايا المنطقة، في كل قضايا المنطقة، سوريا، لبنان، العراق. إذن ليش الإعلام أسأل؟ الإعلام يتحدث الإعلام عن دوره. صور قاسم سليماني هو الرجل الذي يثير الحرب الطائفية ويدعم القاعدة في مكان ويحارب القاعدة في مكان. بس خلينا دافع عن نفسي كإعلامي ودافع عن زملاء الإعلاميين. ليس الإعلام فقط، ليس الإعلام من الساسة. هو رجل إيراني مخلص لبلده، حسب ما أرى أنا يعني لا يريد أن يقسم العراق، لا يحمل فكر تمزيق العراق طائفيا، ليس لديه ضغينة على السنة على الإطلاق، بل أريد أن أقول كثيرا ما يختلف مع القادة العراقيين، لأنهم لم يحسنوا التعامل مع دول عربية سنية حقيقة. طيب إذن ممكن أحول، ممكن أحول هاي الصورة وأنشرها على أنه صورة حقيقية مو فوتوشوب، هاي الصورة اللي سويناها. لا، لم ألتقي به يوما بحياتي ولا عندي فكرة أن ألتقي، وأمثال قاسم سليماني ما يدور على واحد مثلي صراحة. لا تعلم يدور، هو يعرف، يعرف علي من يدور. أنا صعب ألزم بكل صراحة أقول لك، يعني المالكي الله يساعده. أي الله يساعده. طيب نعم، روح للصورة اللي بعد. صورة لأنصار الرئيس السوري بشار الأسد، ولونين أصابعهم لون العلم السوري، يعني يبدو هي صورة قديمة لكن تعبر عن الموقف الحالي اللي خلى أسميه المتطور لصالح بشار الأسد بعد تراجع
أمريكا عن ضربتها أو نوعا ما تأجيلها، خلينا نقول على أقل تقدير تأجيلها. فمؤيدين محتفلين ورافعين أصابعهم لو يهب العلم السوري. هاي اشتغلنا عليها، صارت بشكل نفس الأنصار بس ما مخلين العلم السوري، علم العراقي وعلم حزب الله والعلم الروسي والعلم الإيراني. من هو المنتصر؟ هل انتصر الشعب السوري، انتصر بشار الأسد، أم انتصرت إيران وشيعة العراق وحزب الله وروسيا؟ أولا ليس دقيقا أن يوضع العراق علم رابع مع العلامة الثلاثة. طيب، روسيا داعمة لنظام الأسد، دعم قوي معلن وخفي في السياسة وفي المال وفي السلاح. حزب الله لا يخفي أيضا دعمه ومشاركته الفعلية. إيران لا تخفي، إيران لا تخفي. فرق وين؟ العراق حقيقة موقفه هو ما يعلنه. العراق يريد حل للأزمة السورية، وقد تكون نتيجة هذا الحل أن يرحل بشار الأسد، ولكن دون أن تسفك المزيد من الدماء السورية العربية الإسلامية البريئة. صدقا هذا موقف العراق، والله لا يوجد للعراق موقف كحكومة ينحاز إلى النظام دون الشعب أو دون المعارضة. يعني الموقف العراقي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يساوي المراقب بالرغبة الإيرانية، ما أسميه بالموقف الإيراني، بالرغبة الإيرانية ببقاء بشار الأسد، برغبة حزب الله ببقاء بشار، برغبة روسيا. العراق ما عندها الرغبة أنه بشار يبقى. العراق رغبته الحقيقية أن يأتي نظام ينتخبه الشعب دون إراقة المزيد من الدماء. طيب، احنا عندنا دقيقتين الفيسبوك. زين، أميرة الحنان تقول دكتور عزة شابندر. أميرة شنو؟ أميرة الحنان مشتركة صديقة عندنا البرنامج. ها أوكي. فتقول الدكتور عزة الشابندر المحترم، ما سبب خلافاتك مع التيار الصدري وازدادت هذه الخلافات بالآونة الأخيرة؟ شكرا. أولا أنا مو دكتور، أشكرها جدا. أنا أختلف مع الكثيرين، لكن هناك من يحترم هذا الخلاف، وهناك من يرد هذا الخلاف بسب وشتم وكلام نابي وتشويه. طيب، ولذلك يظهر على السطح. طيب، دون غيره. خلنا نستثمر الوقت. رحيم غازي، يمكن هذا جاوبنا عليه سؤالك يا رحيم، يقول كيف هي العلاقة مع دولة القانون اليوم بعدما سمعنا مؤخرا دعوات لإقصائك؟ هذا تحدثنا عن الموضوع. أي. على الخزاعي، السيد النائب المحترم كسياسي ناجح في لعبة العملية السياسية المعقدة يشهد لك في ذلك، لكن المؤشر عنك أنك بدون عقيدة سياسية. تحياتي. ظالمني قاسم. أي شنو بس أشكره، ما يعرفني. زين، عذره جهله، عندك عقيدة سياسية ثابتة 100%. زين، صادق علي ثاني عليك العباس أستاذ أحمد. اسأل عزة الشابندر كم مرة حضرت إلى جلسات مجلس النواب، ما هو سبب وجودك في بيروت طوال السنة، وكم صوت حصلت في انتخابات مجلس النواب، وما سبب حصولك على مقعد تعويضي من نور المالكي؟ أتمنى تعطي تليفوني. أي حط الطيب الوثائق. أنا إيش قد حاضر من جلسات مجلس النواب وليش أنا ببيروت؟ لأن أنا ساكن في بيروت. وحجينا. قاسم الهلالي، هل سيأتي اليوم الذي نراك تقف إلى جانب العلواني لمساعدته بالعودة لأحضان العملية السياسية أسوة بمشعان؟ هذا عجبني هذا السؤال قاسم. إذا تاب العلواني وعاد إلى رشده. كفر العلواني؟ أي طبعا كفر. أي والله يحتاج إلى توبة. أي والله. أي والله إذا تاب أعلن توبته ورغبته بالعودة إلى أهله وأخوته فسأفعل. على الزينبي، ما رأيه بصراحة بقانون إلغاء الرواتب التقاعدية والرئاسات الثلاثة وأصحاب الامتيازات الخاصة وهو من ضمنهم، وماذا كان تصويته في الجلسة السرية المغلقة؟ ولا امتياز خاص عندي
أبدا. شون؟ أبد ما عندي امتياز خاص، لا بيت بالمنطقة الخضراء ولا سيارة من أحد ولا بس راتب تأخذ كمجلس نواب. إيه هو قال عن امتيازات الخاصة. أما الراتب لا، هو يقصد رأيك بقانون إلغاء الرواتب، أنت مع قانون لا إلغاء إطلاقا مو يلغى؟ لا ليش؟ لا ليش؟ ليش؟ وين صار؟ أنت إذا الله يزيدك اللي ما شاء الله يعني وضعك المادي قبل ما تجي المجلس النواب طيب. جيد ضد إلغاء التقاعد. وغير شلون اللي وضعه مو جيد؟ ها شلون؟ شو نسوي له؟ ما أحشي عن نفسي. إيه. أنا أحشي على الأقل عن 300 نائب. وضعهم يحتاج راتب التقاعدي. يمكن 25 إلى 30 إلى 40 مدبرين وضعهم قبل ما يصيروا النواب. ما راح تصوت لهذا القانون للإلغاء؟ أبداً أبداً. راح يخسرك هواية. خليه يخسرني. خسرك جمهور. ما أدور عليه هاي. زين. كثير أخوة بتويتر. أي. قالوا لي موقفك موضوع المرجعية صحيح. زين. لكن راح يخسرك بالانتخابات. ضحكت. أنا ما أدور عليها. زين. يعني راح أخسر شيء أنا مو راكض وراه. ما يهمني. خاف ضامن بالتعويضي؟ لا والله. ضامن مقعدك بالتعويضي؟ أبدا. طيب. ما كان واعدني المالكي بالعلم ابتداء بالدورة دي أبدا. زين. الليث الفريجي، هذا آخر سؤال، سؤالي إلى سيادة النائب، ما رأيك بالتقارب الذي حصل بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب؟ هل هو مفيد للوضع السياسي الحالي أم أنه نوع من أنواع الدعاية الانتخابية؟ والله بصدق الخطوة جاءت من رئيس مجلس النواب. من عنده؟ وأنا أكبرها وأحترمها وأتمنى عليه أن يصمد، لأنه ما عجبني بالخطاب مال هذا اللقاء الأخير حينما قال هذا المسمار الأخير. أي وصف فيك وصف. أنا خفت أنه هذا خط رجعة عن نهج السليم الأخير. أتمنى أن لا يكون هذا حساب لخط الرجعة. أنا أتمنى أن تكون استمتعت بالحوار جدا. شكرا لك سيد أزد. شكرا لك. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، يمكن ما بقعدنا حتى وقت للختام، اشوفكم باكر. بالشمع الأحمر. باقات زين الذهبي، دقائق ورسائل مجانية لجميع الشبكات وياها انترنت مجاني. كل باقة راح تلبي كل احتياجاتك بخصم يبدي من 30% ويوصل إلى أكثر من 50%. حتى تعرف بأي عرض أنت تقدر تشترك، ارسل رسالة فارغة إلى الرقم 2030. يلا سارع وتمتع بأجمل وأفضل العروض، ولا تخلي هالفرصة تفوتك. بسم الله العظيم.
السلام عليكم، نشرة إخبارية مفصلة من الرشيد الفضائية أبدأها وإياكم بأبرز العناوين. استشهاد وإصابة أكثر من 40 شخصا بتفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء في الدهرة، وارتفاع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في كركوك إلى أكثر من 40 مصابا. وارتفاع عدد ضحايا مجلس عزاء مدينة الصدر إلى 280 شهيدا ومصابا مدنيا. رئيس التجمع الجمهوري العراقي سعد عاصم الجنابي يؤكد أن الأمن لا يتحقق ما لم تتوحد الجهود السياسية بتبني الخطاب الوطني. والبعثة الأممية تعرب عن قلقها بإزاء ما يحدث في العراق من عنف وتفجيرات وتدعو إلى تحرك حازم لوقف تصاعد وتيرة العنف. في النشرة أيضا ولمناسبة انتهاء عملية التصويت في الانتخابات، البرزاني يدعو إلى الحفاظ على الهدوء والتعايش والتآلف في الإقليم. إلى تفاصيل النشرة. أهلا بكم. استشهد وأصيب أكثر من 40 شخصا بتفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء بحي الطعمة في منطقة الدهرة جنوب بغداد. قال مصدر في الشرطة إن سيارة الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار لنقل المصابين، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة قابلة للزيادة. كما ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري في كركوك اليوم إلى 47 مصابا مدنيا، والذي استهدف مبنى حكوميا ومنزل نائب في البرلمان. وقال مصدر أمني أن انتحاريا كان يقود مركبة من نوع كيا فجر نفسه في شارع بحي رحيم أهوى شمال كركوك، الذي على أحد جانبيه مبنى الدراسة الكردية، وعلى الجانب الآخر يقع منزل النائب المسيحي عن كركوك عماد يوحنا، وأدى إلى إصابة 47 شخصا وإلحاق أضرار جسيمة جدا وتدمير 18 مركبة واثنتي عشرة دارا سكنيا، ومن بين الجرحى 4 بحالة خطيرة. هنا بتربية من رحمة وموظف، وصار انفجار، الانفجار أدى إلى جروح بالغة، وين نروح؟ سيارته هنا مدمرة وما ندري شو نسوي بالحالة هذا. وأنا أريد من الحكومة إنهاء هالمشاكل هذا والأمان الكركوك، وأكثر من هذا ما عندي. الانفجار كل الفقير يروح، الله ما يقبل هذا، يعني كل الجهال، يعني كل بنات، يعني فقير علي من كل علي من المسؤولين. يعني هسه برا انت تصور هذا بيت، انت مسؤول، انت امكانيه، ليش قاعد هناك قاطع طريق على الناس؟ يعني السيارات المفخ كل يجي عليه اني اروح به، انت تروح به، جهال مع الناس، الله الله ما يقبل هذا، كله يروحهم عليهم. وأصيب 5 أشخاص من بينهم عنصران من حماية مدير شرطة محافظة كركوك بجروح في تفجير سيارة ملغومة استهدفت حماية مدير الشرطة في تقاطع عرفة شمالي المدينة. وصرح مدير شرطة محافظة كركوك اللواء جمال طاهر بكر أن سيارة ملغومة من نوع كيا انفجرت بعد ظهر اليوم مستهدفة مركبة تعود لأفراد حمايته في شارع طريق الماس شمالي المدينة، أدى إلى إصابة شرطيين من حمايته وثلاثة مدنيين. إلى ذلك، أعلنت المصادر الأمنية ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع أمس السبت في مدينة الصدر إلى 280 شهيدا وجريحا. وقال مصدر أمني في تصريح صحفي إن عدد ضحايا التفجير حسب آخر إحصائية من المستشفيات بلغ 78 شهيدا و202 جريحا. هذا وكانت سيارتان ملغومتان قد استهدفتا أمس السبت مجلس عزاء في مدينة الصدر شرقية بغداد، وذهب ضحية الانفجار العديد من الشهداء والجرحى.
وبعد التفجيرات الإرهابية التي طالت يوم أمس مجلس عزاء في مدينة الصدر راح ضحيتها العشرة من الشهداء والجرحى، تفقدت عدسة الرشيد أحوال ذوي ضحايا هذا التفجير الإجرامي الذين بدورهم تحدثوا عن ما جرى. مفاجأة يعني أليمة كلش، يعني مأساة اللي ما يصورها البشر. مش مقدر أحشي راح الشهداء جرح فضاعة فضاعة ضب حزام ناسف بالبداية فجر في آخر يوم من مجلس عزاء في مدينة الصدر وسط شارع الفلاح كان الموت على موعد مع المعزين ليأخذهم في رحلة لا عودة، لتصل أرقام الشهداء بالعشرات شيبا شبابا أطفالا ونساء وأكثر من 100 جريح في حالات معظمها خطرة، أحزمة وعبوات ناسفة وسيارات ملغمة كانت السلاح المستخدم في هذا الاستهداف الذي سجل يوما دمويا لن ولم ينسى. ما التهنا نشوف الناس دم قاع وجثث بقاع، جيت هنا شفته هيك حالته وخاطب جديد خاطب شاب من عندها متعود عليه شيء من وراها الساب، واحنا شباب احنا شباب طفلنا مشيب هسه. خابرنا عليهم ماكو، خابرنا عليهم مرة ثانية ماكو، اجيناهم قال ها يا بقى قال والله مصوب وودول للمستشفى للكندي، اجينا هنا للكندي صار شقل لك اسمها قال ناس الجور وناس هذا وناس يعني بعد ما تعرف شو هي ما تعرف شو يعني ملينا. المستشفيات امتلأت بالجرحى والمصابين وتوزعت الحالات على مستشفيات مدينة الصدر ومدينة الطب والكندي والشيخ زايد في مشهد يبكي الحجر. عدسة الرشيد كانت تتجول داخل إحدى المستشفيات لتنقل لوعة الأهالي ممن فقدوا عزيزا أو احتضنوا مصابا من أبنائهم. هذا طفل تشادر ورا تشادر بيتهم ركن يعني بالباب واقف، وذاك الثاني اخوه صار معده هذا عمره 5 سنوات وذاك الثاني 4 سنوات، جهال يلعبون قبل تحبسهم نص الليل بالبيت طالعين برا صار الانفجار. هذا خطيه قضينا البحر لقينا ولا شاب لازم بيده يبون المستشفى، جينا عليهم اخذناه معده خلف الله على الوي العمليات طاب ويا اللي جاي وصلنا اللي جاي يلا وصلنا. ذاك الثاني دور عليه من البارحه من الفجار اليوم الصبح الساعه 8 لاقينا انفحم منتهي يعني حتى كل اثر ماله على البطرون الكابوي ماله والدته عرفته. اللي صار اول مره صار انفجار بدايه التشادر، بعدين العالم التمت رقبت عليه من على الجرحى طلعت من القطاع المقابل على الجرحى والشهداء، اجى واحد يركض بالاتجاه الثاني حزام ناسف وهم فجر نفسه بنص العالم اللي اذى العالم اكثر يعني اي هو هذا الموضوع مال الصكم احترقت المولده واحترقت براميل الغاز واحترقت السياره واحترقت الشادر واحترقت اطفال ناس تفحمت بالمكان. بعيدا عن تصريحات الجهات الرسميه فشهود العيان حدثونا عن صوره ما جرى. اثناء دخولنا الى مجلس الفاتحه وقبل الشروع بالدخول انفجرت سياره مفخخه بالجهه الخلفيه من مجلس العزاء، وبعد حدوث إرباك من قبل الموجودين داخل هذا المجلس انفجر حزام ناسف داخل هذا المجلس مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين شهيد وجريح، ومن ثم بعد أن هممنا بالخروج من المجلس العزاء والتوجه إلى إخراج السيارات من موقع الحادث والانفجار انفجرت عبوة موضوعة كانت تحت سيارة حمل موجودة في جانب المجلس العزاء. كارثة تلو الأخرى، مجلس عزاء
أما جالس للعزاء ما بال العراقيين؟ هل هو حظهم العاثر أم ماذا؟ من داخل مستشفى الكندي ببغداد، كرم مظفر، قناة الرشيد الفضائية. يرى مراقبون أن رسالة الصدر جاءت بعد أن عجزت الحكومة عن السيطرة على الأمن في البلاد، وبعد أن استهدف الإرهاب المساجد ورافقته عمليات التهجير لبعض المكونات في بغداد ومحافظات أخرى. في محاولة لتهدئة الأجواء المرتبكة في الوسط والجنوب، خرج زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يحث على وحدة الصف بين مكونات الشعب العراقي. حديثه بحسب مراقبين جاء بعد شعور ينم عن عدم قدرة الحكومة بالسيطرة على الوضع، سيما بعد عمليات التهجير التي رافقها استهداف للمساجد وبعض المكونات في بغداد ومحافظاتها الجنوبية. أعرف الرجل بين فترة وأخرى يدلي بدلوه عند حصول أو ظهور حقائق جديدة على الواقع السياسي العراقي، فالرجل يمتلك حضور هو وكتلته في البرلمان، وهذا الحضور مطلوب منه أن يؤثر بشكل إيجابي باتجاه لم وحدة الصف الوطني العراقي. لحد الآن لم يحصل هذا الشيء. بعض الأحيان هناك الخلافات الشخصية أو الخلافات الحزبية تؤثر على هذا الخطاب. اليد الواحدة لا تصفق، هكذا عبر بعضهم، سيما وأنه بات يشعر أن ما يحدث على أرض الواقع لا يداوى بخطابات تكتب على الورق، لأنه كما يقول بات يخضع لأجندات خارجية إقليمية تخضع لتوجهات كتل سياسية متنفذة. الخطابات هي عبارة عن مهدئات وقتية ليوم أو ثلاثة أيام أو أسبوع، ونشوف وراها الحالة الأمنية تصير من سيء إلى أسوأ، من سيء إلى أسوأ. الخطابات يعني كمواطن العراقي يعني مليت صراحة من الخطابات، لأن من